مشاهدينا مشاهدي الكرام في كل العالم، اهلا بكم لقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه الاثنين 11 ابريل 2016. في البدايه احب اهني نقابه الصحفيين، احتفلوا باليوبيل الماسي وده في ذكرى مرور 75 عام على تاسيسها. احتفلت نقابه الصحفيين باليوبيل الماسي في ذكرى مرور 75 عاما على تاسيسها عام 1941. الاحتفاليه بدات بافتتاح معارض للوثائق والصور ورسوم الكاريكاتير والخط العربي والوثائق النادره حول تاريخ النقابة وكافة المعارك التي خاضتها في سبيل الحرية أو حرية الصحافة والصحفيين. وشهدت الاحتفالية تكريم نقباء الصحفيين العرب وأهدتهم درع نقابة كل سنة وهم طيبين. أيضا الذكرى 68 لمذبحة دير ياسين، الحياة طبعا جريمة شاهدة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت طبعا القضية الفلسطينية الإسرائيلية لم تجد حلا إلى الآن. بدأت في إشعال الحرب العربية الإسرائيلية بالعام نفسه. المذبحة حدثت في قرية دير ياسين التي تقع غربي القدس، حيث قامت جماعتان يهوديتان بشن هجوم على القرية، متوقعة أن يقوم الأهالي البالغ عددهم نحو 750 نسمة في ذلك الوقت بالفرار من القرية خوفا على حياتهم، ليتسنى لهم الاستيلاء عليها. ومن ثم فتحت العصابة اليهودية النار على الأهالي دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة، وذلك بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين. العناصر الصهيونية المسلحة لم تكتفي بإراقة الدماء في القرية، بل مثلوا بالمدنيين في شوارع الأحياء اليهودية. وفي صيف عام 1949 ايضا الاثنين 11 ابريل يوافق ذكرى ميلاد الخال عبد الرحمن الابنودي، وهو نفس الشهر الذي توفى فيه عبد الرحمن الابنودي، توفى بعد 10 ايام من ميلاده، توفى يوم 21 ابريل 2015 ودفن في مقابر جبل مريم بالقرب من منزله بقريه الضبعيه. الابنودي كلنا نعرفه، الابنودي كتب اجمل واحلى القصائد، قصائد ونثر، وصور حلقات السيره الهلاليه مع شاعر السيره سيد الضوي وفرقته، وتم تسجيل آلاف الحلقات التلفزيونية للفضائيات المصرية والعربية، وأيضا محافظة الإسماعيلية تستعد لإحياء ذكرى الأبنودي بوضع تمثال له بميدان الجامعة القديمة. ده هيكون إن شاء الله الذكرى، هتكون إحيائها يوم 22 إبريل المقبل، وستكون هناك احتفالية تليق بالشاعر الكبير بحضور كبار الكتاب والأدباء. لن ننسى أبدا الشاعر الجميل الخال الصعيدي الأصل والشعر، الشعر الرائع اللي يعني كلنا نتذكره، حتى أشعار جميلة كانت في ثورة يناير. يعني الحقيقة في كل المناسبات كان له أشعار وضعت بصمتها في تاريخ الشعر، الخال عبد الرحمن الأبنودي. نيجي بقى للأحداث والأمور اللي حاصلة، وطبعا سنافير وتيران. مين فيكم كان يسمع عن سنافير وتيران قبل المشكلة دي؟ يمكن عدد قليل، وعدد كبير كان سامع. طبعا قصة سنافير وتيران امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي. أقول لحضراتكم طبعا، أنت لو عايز تقول أن سنافير وتيران سعودية هتلاقي ما يقول لك أنها سعوديتين، لو عايز تقول أن سنافير وتيران مصريتين هتلاقي برضو اللي يقول لك أن هم مصريتين. فالحقيقة الجدل مازال قائم. الأمور لو أنت رحت ناحية حد مقتنع قوي وقعد يتكلم معاك بموضوع أن هم سعوديتين والتاريخ بقى وتقسيم الحدود والقصص دي كلها، وتبحث في التاريخ وبحث في الجغرافيا، هتلاقي ان ممكن تقتنع ان هم سعوديتين. على الجانب الاخر تلاقي ناس بقى مقتنعه بان هم مصريتين، ونلاقي انتشار طبعا للفيديو وجمال عبد الناصر وهو بيحكي عنهم وبيقول ان هم مصريتين، وبيتحدث عن انه منع اي مراكب اسرائيليه او منع اي حاجه في اسرائيل انها تمر في مضيق طيران وتحدي وكل ده. فهتلاقي يعني الحقيقه هتلاقي كل اللي انت عايزه. الى الان لم يتم حسم القضية، ولكن الموضوع النهاردة تلاقي بقى العقول شوية اللي تقول لك استندت للمادة 151 من الدستور. المفروض انك انت في النهاية، طيب عايزين نقول انه كان في من ايام الدولة العثمانية وسنافير وتيران كانوا واقعين في التقسيم بتاع الدولة العثمانية، وبعدين كان الكلام ده قبل انشاء السعودية، السعودية كانت نجد الاول والكلام ده، وبعدين بقت السعودية عام 1932، وثائق بتتحدث
بتتحدث وكتب ظهرت من 1916 بتتحدث عن ان تيران وصنافير مصريه. ناس تانية تقول لك لا، هم اصلهم ما كانوش داخلين في الحدود دي، هم كانوا بين الاثنين، فما كانش فيه قوي توثيق يعني ترسيم للحدود. فاللي حصل ان احنا بنعمل ترسيم للحدود دلوقتي. لا، ده كان في ترسيم للحدود، ولما حصل ترسيم للحدود دخلوا مع السعودية، والسعودية عشان كانت لسه ناشئة وما كانش عندها جيش قوي، وكان كل الفكرة العدو الإسرائيلي إن يتم السيطرة عليه، فراحت السعودية سلمت سيادة الجزيرتين لمصر بالاتفاق والتوافق وبمكاتبات رسمية. ولكن لو عدنا للمكاتبات الأصلية، ولو عدنا لمعرفش خطاب كان مسلم من مين لأيام مبارك، كلام كتير كتير. عايز أقول لحضراتكم أنا صدعت الحياة بأمانة من كتر ما أنا قريت. لكن في النهاية خلونا برضو نشوف الميزة. عارفين الميزة إيه؟ الميزة إن إحنا بدأت بقى ويكيبيديا وكتب التاريخ والجغرافيا، وبدأنا نفهم هم طب إيه قيمة الجزيرتين دول، وإيه الموضوع، وإيه اللي فتح الموضوع دلوقتي. بالطبع وبلا شك إن الموضوع اتفتح دلوقتي عشان موضوع الجسر، وهتلاقوا إن الموضوع لما كان برضو في مزمعين إن هم يبنوا الجسر أيام مبارك كان اتفتح موضوع الجزيرتين، بس كان الموضوع سكت وما كانش زي دلوقتي. طبعا اداء الوزاره بانه رئاسه الوزراء تعلن عن انه تم القرار ده، ده برضو هنا كتير بيلوموا عليه. طب انت ليه ما حاولتش تمهد للناس؟ ليه ما حاولتش تطرح الامر مش للحوار المجتمعي، لا بس مهد بقى وخلي الجدل ده يكون قبل. ناس تانية تقول لك لا، ما هو لو الجدل ده كان قبل كان هيبقى جدل كبير، وبعدين لما تيجي تعلن هيبقى جدل تاني، فهندخل بقى في جدل ملوش اول من اخر. فلا، هم اللي عملوه صح. بس موضوع 151 الدستور، ماده الدستور 151 هنا بتقول برضو انت مش بتعترف وبتقول ان هم سعوديتين بس احنا كان لينا السياده عليهم. طيب ما هو اي حاجه يحصل زي كده، او حتى لو انت كنت محتلهم وهتبتدي تسلمهم تاني وهتتنازل عنهم، الدستور بيقول لك انك لازم تعمل استفتاء شعبي. هل ننتظر استفتاء شعبي؟ طبعا في كلام عن انه بكره ان شاء الله، عفوا يوم الاربع، الرئيس هيجتمع مع فئات من الشعب ومع مش عارف ايه علشان مناقشه. طبعا دي شعب الجمرجانيه اللي هي موجوده في المنطقه دي حوالين سنافير وتيران، ودي مناظر للجزيرتين شكلهم ايه. الجزيرتين برضو بيقال ان هم بيتلحموا، لما بتلاقي انه في وقت مد وجزر وقصص كده كتيره جدا. وبعدين طبعا اكتشفنا ان التلفزيون المصري كان بيعرض رحلات وبيدعو للرحلات على المنطقه دي، بس تلاقي برضو كلام تاني بيقول لك ان المنطقه دي بقت منطقه جيم، منطقه جيم يعني انت ما ينفعش تعمل اي حاجه، ولا ما ينفعش مجرد انك عندك نقطه امنيه فقط لا غير، لكن ما ينفعش يبقى في اي اسلحه ولا ينفع اي حاجه، علشان ده برضو حسب اتفاقيه كامب ديفيد، وانك انت هنا المنطقه دي منطقه بيحظر فيها استخدام اسلحه، وده بناء على الاتفاقيه اللي مصر وقعتها. فمن هنا بقى ناس تاني تقول لك ايه، يا جماعه انتوا مش فاهمين، يا جماعه مش معقول كده، سيبوا الدنيا وسيبوا مصر بتفكر، والرئيس السيسي لا يمكن يستغنى عن يعني رمله من تراب، رمله يعني اي حاجه من مصر، بس افهموا الموضوع لانك انت النهارده لما تيجي تبني الجسر ده والمنطقه دي منطقه محظوره وهي تابعه لمصر، مش هينفع تعمل اي حاجه، ولا ينفع تحمي الجسر ولا تحمي صادراتك ولا تحمي اي حاجه من اللي هي المفروض الجسر هيعملها. فبالتالي اقعدوا ساكتين بقى وسيبوا، لان لما تبقى تحت اداره السعوديه وهي هتبقى مصريه وسعوديه، يعني لك ان هي ايه، مصر برضو مش هتبقى يعني تشيل ايديها منها، لا مصر هتبقى موجوده وليها تواجد وكل حاجه، ولكن كونها ان هي تبقى رسميا بالورق الرسمي تحت سلطه وسياده السعوديه، ده بيعني انك انت ما فيش حاجه بقى اسمها منطقه جيم، والسعوديه مش موقعه اتفاقيات مع اسرائيل، فتبقى انت براحتك تقدر تحمي المنطقه، تقدر تحمي الجسر. انا يعني كده يعتبر لخصت لحضراتكم الموضوع، لكن يبقى السؤال. السؤال برضو اللي بيطرح نفسه مش بس على موضوع الجسر وعلى موضوع ترسيم الحدود، لكن كمان على الاتفاقيات اللي تمت وتم توقيعها ما بين الطرفين السعودي والمصري. هل كل ده هيطرح امام البرلمان ولا لا؟ هل برضو موضوع فعلا بناء على مادة 151 هل سيطرح قصة ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي زي ما مادة الدستور دي بتقول، ولا ممكن نبص نلاقي الدنيا دخلت فيها قصص كده وحاجات وتخرج الموضوع ده من المادة 151، برغم ان المادة صريحة جدا وبتقول كده، بتقول ان لو انت كان في اعادة، يعني حتى لو كان في ليك سيادة واعادة اي تشكيل، وانك انت حتى يعني بالمعنى ده مش بالنص، يعني بالمعنى ده انك انت حتى لو بتعيد مناطق محتلة، فكل ده بيحتاج الى استفتاء شعبي.
برضه هنا السؤال ده يبقى مفيش إجابة عليه. هل البرلمان هيكون ليه دور في بعض؟ برضه عشان تبقوا فاهمين إن بعض المحامين بدأت بعض عناصر عن الشعب يعمل توكيلات لمحامين علشان خاطر إن المحامين دول هيرفعوا دعاوى ضد موضوع ترسيم الحدود وعايزين يوقفوه وعايزين تبقى الجزيرتين تحت سيادة مصر وليست ولا تسلم للسعودية. وفي الأمر برضو أنه لما جه الموضوع ده مع زيارة الملك السعودي في مصر قال لك احنا بعنا مقابل الفلوس بقى ومقابل الرز ومش عارف ايه، بعنا أرضنا. فكلام كتير جدا جدا جدا، بس بقول لكم الميزه الناس بقت تفهم والحدود من امتى، وبدا كمان يمكن الخريطه اللي شفتها شويه انه يقول لك انه الحدود كانت ايه ومصر كانت ايه في عام 1940 وبعدين بقت ايه في 1906 وبعدين النهارده بقت حدود مصر ايه، وجاب لك بقى ان كان في مناطق من السودان وان كان في مناطق من ليبيا وسوريا ولقيت انه الموضوع كبير على فكره، مش موضوع صغير، محتاج فعلا باحثين على مستوى عالي جدا علشان نقدر نقول ان الجزيرتين دول مصريتين ولا سعوديتين. الناس برضو الملاحظ ان الناس اللي بدأت تتكلم بقوة عن ان هم مصريتين لا جدال فيه حصل عليهم بعض الضغط والضغوط. طب ما هل انت برضو عايز تمشي الدنيا بسياسة الضغط بسياسة انك انت لا، احنا عايزين سياسة الحقيقة، عايزين نوصل لحقائق. طبعا برضو قال لك ايه ده الكونجرس عاملين ورقة في ترسيم الحدود المصرية وعاملين الوان، والكونجرس عامل ختمه، الختم ده كان في 18 يناير تقريبا 1991، فبناء عليه انت النهاردة لو جيت في تحكيم دولي بناء على الورقة دي وبناء على وثائق تانية قديمة كان سامح شكري قال لعمر أديب ان انا هبعت لك الوثائق دي، وبرضه كانت جريدة الأهرام نشرتها، قال لك ان الوثائق دي هنا بتؤكد ان هم سعوديتين، وانك لو انت رحت لتحكيم دولي انت كده هتخسر وهيبان ان هم سعوديتين. لكن على الجانب الآخر زي ما بقول لكم، طب يا جماعة كلام جمال عبد الناصر، يقول لك لو انت هتعتد بكلام على جمال عبد الناصر، الله، امال اشمعنى هتعتد؟ برضه مش كان رئيس لمصر؟ مش احنا متفتحش الموضوع ده لايام جمال ولا ايام انور السادات ولا ايام مبارك؟ طب امال يعني هتعتد بورق برضه بتقول ان الورق ده جاي مش عارف منين لفين؟ طب ما هو برضه كان شخصيه سلم ورق ده للرئيس مبارك، طب انت يعني ده ورق اتسلم لكن الشهاده اللي بالصوت والصوره لجمال عبد الناصر ليه ما نعتدش بيها؟ ليه بتحاول انك تقلل منها؟ ليه بتقول اصل هي دي النعره اللي هي بتاعت جمال عبد الناصر دايما وهو كان عشان يقف قدام اسرائيل؟ لا، حط كل ده جنب بعضه وادرس بقى الموضوع وادينا الخلاصه في الدنيا، الخلاصه ايه يا ترى؟ واعتقد انه بعد كل الدنيا دي وبعد ما كلنا بقى فهمنا التاريخ والجغرافيا وعرفنا التقسيم والحدود مصر كانت ايه واتغيرت وبقيت ايه وكل ده والمواضيع دي كلها، محتاجين ان احنا يعني دي ميزه طبعا، بس في نفس الوقت ابتدي اعمل استفتاء شعبي. يبقى هو ده الفيصل، خايف تعمل استفتاء شعبي؟ اعمل استفتاء شعبي، مفيش مشكلة، يعني ان كل هنا اصوات كتيرة دلوقتي بتطالب باستفتاء شعبي، مش بدل ما يفضل الجدل مستمر نقول هنعمل استفتاء شعبي وخايف ليه من شعبك؟ ما هو النهارده برضو اذا انت شايف، طبعا النهارده برضو اخر حاجة حصلت كان في اجتماع ما كده مع عناصر من السعوديه وفي كان ناس من البرلمان وكان في عبد الرحيم علي معاهم، وعبد الرحيم علي لقيناه بيقول للعادل الجبير انه المصريين البرلمان هيوافق على ترسيم الحدود والجزيرتين دول سعوديتين، والمصريين كلهم موافقين على ان الجزيرتين دول سعوديتين. يبقى التساؤل، طب هو عبد الرحيم علي بيتحدث بالنيابه عن 592 عضو في البرلمان وبيتحدث عن نيابه عن 90 مليون واحد من الشعب المصري، ده برضه بصفه ايه؟ يعني ليه؟ طبعا احنا هنجيب سيره عبد الرحيم علي بعد شويه في موضوع ريجيني والوثائق اللي هي طبعا تلاقوا برضو مصر والدنيا اللي تأزمت بين مصر وايطاليا كانت بسبب ان ايطاليا كانت عايزه مكالمات تليفونيه لكن مصر قالت ابدا احنا لا يمكن ان نخل بالدستور، ولكن طبعا الصندوق الاسود وان هو يعرض مكالمات تليفونيه لكل من هب ودب واللي احنا بنسميهم طابور خامس وطابور عاشر والمش عارف ايه وناس من عناصر ناس من اللي كانوا واضحين في ثوره يناير، ده مش ضد الدستور، لكن ضد الدستور انك انت تديله المكالمات اللي هو طلبها علشان خاطر يعني يحاول يوصل لموضوع بالنسبه للرجيم. طيب الحقيقه عشان التساؤلات اللي احنا تم طرحها بالنسبه للبرلمان، سعيدا ان يكون معانا الاستاذ ناديه هنري نائب رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المصريين الاحرار، برحب بحضرتك معانا.
اهلا بيكي، سواء مساء الخير. اهلا مساء بحضرتك. الخير ولا صباح الخير؟ لا احنا عندنا اهلا وسهلا. مساء الخير برضه، احنا بعد الظهر دلوقتي. اهلا بحضرتك. اهلا الحقيقة بيكي، اهلا وسهلا. انا عارفة ان حضرتك تابعتي كل الجدل، والمصريين دلوقتي خلاص بقوا خبراء تاريخ وجغرافيا وكل حاجة، بس انا شايفة ان احنا استفدنا على فكرة. لكن الجانب الخاص بالجزء بالنسبة لطرح كل هذه الاتفاقيات، طرح موضوع ترسيم الحدود، الجزيرتين دول مصريتين ولا سعوديتين، كل ده هل سيتم طرحه على البرلمان؟ طبعا هيتم طرحه على البرلمان. بس هو المشكلة في طرح الاتفاقية على البرلمان، هو لازم يتم الإجابة عن أسئلة مهمة قبل البرلمان ما يدي رأيه. يعني مثلا زي ما حضرتك بتقولي، احنا صحيح كلنا بناخد معلومات، بس هي مش هينفع البرلمان يكون بيكتفي بمعلومات، قد ما لازم ياخد إثباتات وخرائط ومواثيق ويجاوب على أسئلة كتير قوي. يعني لازم الأول نبتدي نعرف الجزيرتين تيران وصنافير إيه أهميتهم أو موقعهم فين، وهل لهم موقع استراتيجي ولا لأ، وإيه الممرات البحرية الموجودة. أنا أعتقد إن هم 3، وبيتحكموا في غلق مثلا الملاحة بتاع خليل العقبة. لازم يبتدوا يدوروا إيه الخريطة، إزاي الخرايط القديمة بتكشف عن تبعية الجزيرتين. ده سؤال لازم البرلمان يكون بيجاوب عليه. لازم يكون بيجاوب على سؤال أهم، أها هل كانت السعودية في بتقدم محاولات سابقة لترسيم الحدود مع مصر؟ أعتقد إن كان في محاولات عديدة، فلازم يرجعوا لكل المحاولات السابقة، واللي هي بدأت في محاولات بدأت من 2010، في محاولات كانت في 2011، ودلوقتي تمت اللي هي في 2015. السؤال الثاني اللي ممكن لازم يجاوب عليه البرلمان برضو، لماذا تعطي السعودية اهتماما كبيرا للحدود البحرية دلوقتي في الوقت الحالي؟ ده سؤال مهم لازم نبتدي ندور هو ايه السبب. هل السبب لانه في دور كبير للجزيرتين في مشروع الغاز السعودي اللي اعلن عنه وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية في 2012 عن اكتشاف شركة أرامكو اللي هي حقن غاز جديد؟ هل هو ده سبب من الأسباب؟ هل هناك برضو اهتمام أو هناك أهمية أمنية في كون جزيرة فيران بالذات بتطل على رأس حميد لمدينة تبوك، ففي احتياج أمني أو في أهمية أمنية؟ غير هل هناك أهمية استراتيجية، لأنه الجزيرتين دول بتتحكم في حركة الملاحة بخليج العقبة؟ صحيح. يعني ليه الاهتمام السعودي في المرحلة دي؟ يعني بدأ الاهتمام ده ظهر قوي بعد عهد الرئيس، خلع الرئيس مبارك. حسني مبارك. اها ايه بقى الاهم؟ ما ايه اللي هيترتب على عودة الجزيرتين؟ يعني الجزيرتين جزء من المنطقة جيم والمعاهدة اللي في السلام اللي بين مصر الإسرائيلية، كانت مكان لتواجد قوات حفظ السلام برعاية مثلا كده. ايه المتبع اللي هيحصل؟ صحيح. طب يعني الأسئلة كل دي، دي يعني أسئلة. أستاذة نادية، يعني بالتالي الأسئلة دي مش البرلمان اللي، يعني المفروض البرلمان يكون فيه يعني زي ما بنقول اجتماعات مثلا أو ترتيب من قبل رئاسة هي الوزراء. بيبقى في لجنة، هو لابد وأن تشكل لجنة للوصول إلى زي ما قلت لحضرتك كل إجابة على كل ده. الخرائط السابقة وكل الاتفاقيات وكل هل يعني اللي احنا نعرفه كويس قوي انه يعني ان السعوديه منحت الجزيرتين دول لمصر مثلا في فتره ما، وخرج بالامس وزير الخارجيه بيقول ان مصر كانت محتله. يعني
في لجنة لازم تشكل، لجنة تدرس الخلفية التاريخية والخلفية التفاوضية اللي كانت من سنين طويلة، وتحط المراسيم كلها، وفي الآخر خالص ترجع بكل دوت إلى، لأنه دي ترسيم الحدود ده سيادة مصرية. عشان تمام. كده إحنا بنقول لازم نطبق دستور مصر اللي بيحتم إنه في أي حال من الأحوال إحنا دلوقتي تحت سيادة مصرية. صحيح. ومين اللي يقول إزاي بتبرهن السيادة المصرية؟ فليها طرق للبرهنة. لو إحنا عندنا مين اللي عايش على الجزيرتين؟ إيه هوية الناس الموجودة على الجزيرة في الوقت الحالي؟ لا، هو إزاي وقت حركة ما فيش اي المعلومة؟ حياة هناك استاذ نادي، لا، مفيش في قوات، لا عندنا، نقط احنا أمنية، عندنا قالوا قوات يعني الامن. اه لا مش احنا ما حياة بنتكلمش حياة على، يعني. مش شرط، مش قصدك حياة، لا في حضور، لا بشر موجودين، هي مش خالية من البشر، لكن في حدود، في بشر موجودين. فكل الحاجات دي لازم تبقى تحت دراسة ودقيقة جدا علشان نخرج، لأن زي ما حضرتك شايفة وزي ما كلنا شايفين في ديبيت قوي، في جدا. ما يثبت بالخرائط وبالمواثيق إنها تابعة للحدود المصرية من عام 1906. في وثيقة طلعت بالظبط، الأمم المتحدة بتقول كده قبل وجود قبل وجود السعودية. السعودية على الخريطة من 1923 زي ما احنا بنقول. مع التغيير اللي بيحصل دي، يعني تحديد الترسيم دي مش عملية سهلة، ولشان كده كان في ديبيت طويل وفي صراع طويل، كان قبلنا عهدين كان في صراع وما حصلش ان احنا وصلنا الى الحل اللي احنا وصلنا له ده، بان احنا ننزل اتفاقية من غير ما نوصل للحق طيب، فين، وازاي نعلن عن ترسيم الحدود. يعني انا مش القضية دلوقتي هي ملك مين، ولكن القضية هي كيفية أخذ القرار، تمام. إزاي ناخد القرار الأصح والقرار الدستوري والقرار اللي يبعد شبهة تورط أي جهة ما في، يعني في آراء قد تهدر من كرامة مصر وكرامة المسؤولين. يعني صحيح. مهم. لو هي استفتاء دستوري، استفتاء شعبي، يبقى لازم استفتاء شعبي، واللي هيخرج بيه الشعب هيبقى هو ليه السيادة العظمى، ونخرج كلنا من طب هنا حالة هنقول الاحتقان الموجودة والانقطاع. يعني أيوه بناء على المادة 151 برضو، خلينا نقراها على المشاهدين مع حضرتك. يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. هنا الكلام واضح جدا في المادة 151. فهل وعندك سيتم مادة 157، عندك مادة 157، عندك مادة 157 بتقول إيه برضو مع حضرتك قلتي، نعم. لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منهما على على. حدة. يعني هنا إحنا هنا احنا الدستور بيحطنا امام آلية وخط واضح في الجزء ده، انه لابد من دعوة للاستفتاء. حلو قوي. فهل كده بقى البرلمان سيصر على هذه النقطة بما أنهم نواب عن الشعب، فده حق الشعب، فهل سيطالب البرلمان بكل قوة، أم ما هو الفيصل في أن احنا يكون في استفتاء أو لا يكون هناك استفتاء؟ يعني ما ممكن رئاسة الوزراء والرئيس يعني يقول لك لا، ما فيش داعي للاستفتاء، لأن ده مش تنازل عن جزء، ده احنا بنرد جزء كان احنا لينا يعني باتفاقية مكتوبة كانت، يعني ده اللي بيتقال. فهل حضرتك شايفة الوضع ممكن ياخدنا لفين؟ هي المشكلة إنه
مش عملية اتفاقية مكتوبة، احنا منحت لنا هذه الأرض على يد الملك عبد الله. أعتقد السعود، من هو يعني الفيصل، الملك فيصل، الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود، هو منح، هو وقتها منح حق إدارة الجزيرتين لمصر وقتها، لأنه كان يعني كان الكلام ده بيتكلم بيقوله من على إنه 1950 تقريبا. بيقول لك كان تمام. على خلفية العداء اللي بين إسرائيل ومصر وقتها، وكان أدرك الملك إنه هناك أهمية استراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية منها تعدي من وإلى إيلات. تمام. فهي في من وفي مواثيق وصلت وفي إعلانات وصلت من إنه أثناء 73، وقت الحرب 73، إن المنطقة دي ضمن السيادة المصرية، ولذا هي في المنطقة جيم، نعم. فهي اللي هي تبع معاهدة كامب ديفيد، صحيح. فهي حاليا في المنطقة جيم. هو عشان كده بقول لك هي ليها أبعاد استراتيجية، وعلينا إحنا أن نتفهم. ما انا صحيح مش كل حاجة اللي تقعد، بقصده استاذ نادية، يعني هل دلوقتي هيتم مطالبة رسمية من البرلمان وتمسك من البرلمان بأن يكون في استفتاء شعبي ولا يعني انا اوريدي قدمت طلب بانه نزلت تصريح وقدمت طلب ل يعني المفروض يتقدم بكره لمكتب دكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتطبيق الدستور اللي صحيح. هي الماده 151 وماده 157، 157. وان احنا نكون بنطالب بتطبيق الماده، وقبلهم نكون عملنا لجنه وشكلنا لجنه لدراسه. ما هو انا مش هقدر انزل استفتاء من غير ما تكون هناك دراسه واضحه جدا، علشان يعني محايده، دراسه محايده، دراسه ليها جوانب كتير من الناحيه القانونيه، من الناحيه من الناحيه من الـ من الـ التفاوض، من الوضع الاستراتيجي، يعني من كل الجهات لازم يبقى في لجنه بتطلع وتدرس الحقيقه قبل الاستفتاء. ما انا دلوقتي احنا هننزل الاستفتاء واحنا عندنا كلها معلومات بتطلع يمين وشمال من غير اصول لكل ما يقال، ما ينفعش. في خرائط، في خرائط لها في اصل، الخريطه لازم تطلع، في اصل للوثيقه لازم يخرج، في اصل لاعلان السياده، في اصل ل منح زي ما كنت بتكلم حياتي الملك فيصل وقتها، يعني كل الحاجات دي لابد انها تطلع قبل ما ينزل الشعب الاستفتاء، يعني لانه حضرتك تقصدي دور يعني البرلمان هنا في حد التوعيه وفي عرض كل ما هو لا مش متاح من التوعيه، في وثائق التحقيق، في التحقيق. التحقيق وفي الرقابه نعم. وفي المراقبه وفي الوصول إلى الأمر بحقيقته لإعلانه عن الشعب اللي هم نواب الشعب، ضمير الشعب. من نعم. القائم عن الرقابة عن ما يحدث هم نواب الشعب، فبالتالي الدور، الآلية اللي يقدروا يعملوها نواب الشعب هي دي الآلية دي، إن إحنا بنطالب بحاجتين، بنطالب بالرقابة، بنطالب بتطبيق وتفعيل المواد الدستورية، بس قبليها لازم نكون بنطلعنا أو يعني خلينا الجهات الرسمية، الجهات المسؤولة، كل الجهات المسؤولة، يعني وزير الدفاع والأمن القومي وكل الجهات المسؤولة في الحكومة تيجي، ووزير خارجية تيجي وتقعد معانا إلى لقاء واضح لاستبدال الحقائق، للوصول إلى الحقائق، للوصول إلى قبل ما، لأنه ما زالت الجزيرتين، لا عايزة أطمن بيه الشعب المصري، عايزة أطمن بيه كل الناس، ما زالت الجزيرتين تحت السيادة المصرية صحيح. رغم ما تم من توقيع الاتفاقية. تمام. التصديق على الاتفاقية يأتي بعد الإجراءات اللي بقول حضرتك عليها، تمام. هو أو كان بعد في التأكد من الموجود. وبعدين لازم يكون عندنا إنه من زمن إلى زمن، من وقت لوقت، هناك اتفاقيات وهناك استراتيجيات لازم تكون تتحط في الاعتبار. إحنا
عشان كده بقول لحضرتك ايه اهميه ماذا تعطي السعوديه، لماذا تعطي السعوديه أهمية اهتماما لجزيرتين. كبيرا للحدود البحريه في الفتره دي؟ ده سؤال لازم نكون بنجاوب عليه كلنا، واحنا حتى بنفكر، يعني لازم نفكر احنا ايه اللي هيترتب عليه ده، وايه اللي هيجي ورانا، وايه اللي بيحصل، وايه المنطقه شكلها ايه دلوقتي، وايه اللي وغير عوده الجزيرتين، بناء الجسر والاهم، وايه المردود اللي هيجي. يعني صحيح. في حسابات كتيره قوي قبل الاتفاق في ان احنا نستعجل في اتخاذ قرارات سياديه، قرارات حاسمه تاريخيه في زمن وفي وقت صعب جدا، محتاج مننا التأني، ومحتاج مننا الشفافيه، ومحتاج مننا الوضوح والرقابه. إذن يعني اللي حضرتك بتقوليه ده بيوضح ويبرز دور البرلمان في إنه لن تتم يعني سريان أيا من الاتفاقيات دي كلها غير بعد ما يكون في وضوح وشفافية وتقديم كل المستندات والأوراق وماذا سيعود على مصر في كل شيء، أو ماذا سيعود أو لماذا ترسيم الحدود في الوقت الحالي، وبعدها هيتم بقى موافقة البرلمان أو إذا كان استفتاء. يعني الفكرة إن إحنا لسه في وقت محتاجينه. هي السؤال اللي احنا هنوصل ليه في الاخر، اللي هي لمن تؤول ملكيه هذه الجزيرتين. لكن قبل ما اوصل لده احنا يعني بنحط يعني تساؤلات كتير علشان نقدر منها نوصل للحقيقه. انا بحط التساؤلات قدام الشعب انه يفكر ايه اهميه الجزيرتين، طيب امتى، مين اللي له الحق في الملكيه، ايه اللي حصل في التاريخ في الزمن الفوق، عشان واحنا بندي ارائنا يكون عندنا خلفيه واضحه جدا، علشان ما يحصلش في حده في رد الفعل او حده في الاراء. صحيح. لكن السؤال الجوهري اللي هيجاوب عليه البرلمان هي لمن هذه تقول ملكية الجزيرتين، هذين الملكيه الجزيرتين. مين، لمن تقول هذين، هو ده السؤال اللي لازم يخرج بيه، مش برد من غير مواثيق ومن غير إثباتات ومن غير إعلان بكل شفافية، وبعد كده يترك الخيار لشعبه، أو إذا هيكون هناك جهة مجلس الدولة، جهة من الـ يكون لها رأي في الـ أو بند آخر في الدستور أنا كنائبة لم أراه، يكون عندهم آلية أخرى. لا، أنا ما أقدرش أقول، أنا اللي أنا بناء على معرفتي بالقانون بالدستور ماده 151 وماده 157 بتحكمنا انه في الامور اللي فيها ترسيم الحاجات السياديه لابد من الاستفتاء الشعبي. طيب هو كان في رأي برضو الدكتور نور فرحات كدستور كيعني أيضا خبير في مثل هذه الأشياء، كان بيتحدث عن أنه المفروض أنه البرلمان هو اللي يعني مكلف بأنه يعمل تكليف لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية بالحدود والوثائق بتقديم كل ما لديهم، وده يمكن حضرتك قلتيه، تشكيل لجنة تقصي حقائق يضاف إليها خبراء قانون دولي للبحار وجغرافيا وتاريخ ورسم حدود ووثائق ومساحة عسكرية للإجابة على سؤال واحد، الجزيرتين هل هما من الأراضي المصرية أم لا. لكن هو بيحط برضو سحب الثقة من الحكومة فورا لأنها أقدمت في بيانها على الاعتراف المجاني بسيادة السعودية على الجزيرتين دون حتى أخذ رأي مجلس النواب. فهل النقطة دي برضو ممكن تكون واردة في البرلمان، ولا دي يعني لأنه هنا برضو المفترض أنه الإعلان اللي كان من مجلس الوزراء كان بمثابة إعلان نهائي، يعني هم اعتبروه أنه خلاص هي دي أساس أمر واقع يعني. بصي، هو طبعا أستاذنا الكبير نور فرحات يعني كل ما قاله بالنسبه للمطالب اللي هي تشكيل لجنه خاصه، وده اللي احنا اتفقنا عليه. صحيح. لانه نظر يعني الاتفاقيه بتاعه ترسيم الحدود دي لها اتفاقيه كبرى، لانه هي فيها طبيعه سياديه يعني. صحيح. خاصه بالاراضي والمصريين، يعني الارض والعرض، يعني الاثنين من اهم حاجه، ودي مساله امن قومي. وعشان كده هو احنا بقول لحضرتك ان احنا في المجلس لابد من تشكيل لجنه خاصه لدراسه الاتفاقيه الاول من كل النواحي القانونيه الاتفاقيه، وبعدين دراسه كل الابعاد الجغرافيه والتاريخيه والاقتصاديه والامنيه. تمام. علشان تقدر اللجنه توصل بكافه الوثائق
يعني ان انا اقدر اوصل ان وثائق الامن القومي السريه الخاصه بجزيره ايران وجزيره صنافير، وانه يعني نخاطب او يعني يبقى في مخاطبه من الوزاره او من جهه ما انها تخاطب الامم المتحده والمملكه العربيه السعوديه بانهم يجيبوا ما لديهم بهذا الشان من مواثيق، لان لازم تكون تجينا كل حاجه، وانه اللجنه دي تكون مدعمه بخبراء. صحيح. خبراء القانون الدولي، خبراء ترسيم الحدود. يعني هو الكلام ده يعني كده حضرتك اكدتي عليه، لكن انا الهدف طبعا انا يكون الهدف الاساسي هو دراسه وتقرير زي ما قلت لحضرتك احقيه الجزيرتين لاي من الدولتين. لا احنا لا نجور على حق احد ولا ومش مش مش احنا لا نجور على حق احد، لكن عشان احنا نقدر كنواب ان نصوت على الاتفاقيه وعشان الشعب يبقى ينزل، لازم يكون ان احنا ضامنين انه حقوق مصر والمصريين في سيادتهم على اراضيهم دون التعدي على اي من الدول الاخرى. ده 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 لازم نكون لازم يكون ده مطلبنا. السؤال اللي حضرتك بتتكلمي عن سحب الثقه من الحكومه، هناك يعني استياء كامل. يعني انا كنائب يعني عن الشعب اعلنت ان الحكومه يعني لا تثق في البرلمان. يعني الحكومه من الواضح من طريقه تعاملها مع البرلمان انها لا تثق في البرلمان. طب ما ده خطر جدا، ده في منتهى الخطوره. لانه لو هناك ثقه، يعني لماذا لم تتم المكاشفه والمصارحه قبل هذه الاتفاقيات؟ صحيح. لم الحكومه مقدمه برنامج للبرلمان لم يذكر فيه اي حاجه، وطبعا ده البرنامج لسه متقدم والاتفاقيات دي في ليها جلسات وليها انعقادات من فتره. بالطبع يعني مش القرار ما جاش كده اللي هو يوم الاربع لما الناس صحيت. هناك بطء من في اداء الحكومه، هناك يعني ضعف في اداء الحكومه، يعني هناك عدم وضوح وعدم شفافيه في اداء الحكومه. هو انتوا كده هل انتهى البرلمان من منح الثقه يعني للحكومه يعني استاذه ناديه؟ هل احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم انه هناك امور اقوى بتضعنا امام مسؤوليه تاريخيه وتفهم لوضع الحكومة الوقت الحالي. رغم كل ما بنشوفه من غموض وعدم شفافية وتضارب في الأقاويل وعدم الإدارة الجيدة للأزمات من الحكومة، لكن أقدر أقول إن إحنا خارجين في مرحلة انتقالية صعبة، وإنه أمام مصر تحديات كبيرة، وإذا ما كانش نعمل معا بالتعاون وبالتفهم وبالمشاركة مش هنقدر نوصل الى الحل. ليس الحل، وانا بقولها بقلب يألمني ان انا اقوله، مش الحل في عدم منح الثقه في الحكومه، ولكن مش الحل في تغيير الحكومه ولا في تغيير الوزراء. الحل الاكثر هو في اننا نتعامل معا باننا كلنا شركاء. صحيح. فيما وصلنا اليه الان، كلنا شركاء في كل التحدي وصل ليك يا مصر، كلنا شركاء في ما وصلت إليه مصر في الوقت الحالي وفي سمعة مصر، مش بس الحكومة. كلنا تركنا الحكومة لسنين طويلة دون رقابة ودون توجيه ودون مساندة ودون مساعدة. أنا بقول إنه رغم إن إحنا بنقول إن هذا الأداء غير مرضي عنه وأداء الحكومة، لكن الحل مش في حل الحكومة، الحل في التكاتف والمساندة والتعامل معا من أجل مصر. مصر هي أغلى من الحكومة، ومصر هي أغلى من البرلمان، ومصر هي أغلى من كل حد مسؤول عنها في الوقت الحالي.
صحيح. فيعني طيب يعني انا بتكلم بانه فعلا انا غير راضي عن اداء الحكومه، ولكن مش الحل في ان انا اغير الحكومه، الحل ان انا اتكلم بصوت عالي مع الحكومه، الحل ان انا ادي فرصه للحكومه، الحل ان انا انور الحكومه، الحل ان انا اراقب رقابه جيده مع الحكومه، الحل بالظبط ان انا افضل صوت الضمير الحي لكل مصري علشان الحكومه تسعى الى النظره العادله للمواطن المصري، ان احنا نوصل معا. احنا طيب قدامنا تحديات وعندنا ضغط خارجي وضغط وضغط داخلي، فيعني ازاي واحنا في وسط الضغوط دي نوصل لمحك صعب دلوقتي. حتى تمام الان لم يتم اليات وتشكيل البرلمان كما يجب. البرلمان لغايه دلوقتي احنا بسبب ان احنا في مرحله انتقاليه لسه، احنا اللائحه ما جاتش، لسه اللجان ما جاتش، لسه العمل البرلماني والاليات بتاعتنا لم تستخدم. فأنا ما عنديش آليات عشان أقدر أحكم على أداء الحكومة. الحكومة بالنسبة لي أنا لما أشتغل معاها وأبتدي أقوم بالدور بتاعي وساعتها تفشل، ساعتها أغير حكومة. يعني لكن حضرتك أنا عايزة دلوقتي أنا قبل ما تدي نتكلم فرصة ويبقى الأمر مش طب أنا برضو عايزة أسأل حضرتك عن حاجتين مهمين. أول حاجة إن إحنا سمعنا إن حزب المصريين الأحرار كان هيقول موقفه من الاتفاقيات ومن موضوع الجزيرتين، هل في أي أمور رسمية من حزب المصريين الأحرار إلى الآن؟ بصفة شخصية أنا قلت موقفي صراحة. بالنسبة للحزب، آه إحنا الحزب تحرك إلى، سافر إمبارح مجموعة رئيس الحزب ومجموعة معاه إلى إيطاليا للقاء مع البرلمان، مع لجنة العلاقات الخارجية بخصوص ملف حقوق ماشيني الإنسان وبالأخص ملف روجيني. وبالتالي احنا في انتظار عودة رئيس الحزب النهاردة، وهنكتب الموقف الحزب بخصوص اتفاقية تمام. تقسيم الحدود ان شاء الله بكرة. طب السؤال التاني، اذا حضرتك احنا شفنا كشعب ان احنا مثلا عبد الرحيم علي النهارده في احدى الاجتماعات مع الجانب السعودي وبالتحديد كان وجه كلامه لعادل جبير وزير الخارجيه وقال له ان البرلمان موافق على كل شيء والبرلمان موافق ان الجزيرتين سعوديتين وان كمان الشعب المصري كله موافق، ده مثلا هنا بيتحدث عن البرلمان. لما نلاقي برضو محمود الشريف وكيل مجلس النواب صرح بانه يدعم كل ما تم الاتفاق عليه بين السيسي والعاهل السعودي مؤكدا ان هذه الاتفاقيات هدفها خدمة البلاد، هل ده برضو يقول ان حتى البرلمان هنا مش متوافق على رأي ولا وليه برضو الاشخاص هنا بيتحدثوا نيابة عن 590 اكتر من 590 عضو للبرلمان؟ يعني دايما النظرة للبرلمان ما ينفعش تبقى نظرة في العموم، ودايما نبص على أداء البرلماني ونبص على البرلمان. أنا اللي ما يحكمك في البرلمان، ما يحكم البرلماني هو كلمته وتعبيره والكلمة بالضمير الحي وموافقته أو غير موافقته. يعني لا، ما طلعش حاجه رسميه بان احنا موافقين على الاتفاقيات، لكن الوكيل اعلن بانه البرلمان هو اتكلم عن هيئه المكتب، لكن ما اتكلمش عن، لانه ما تقدريش تقولي ان البرلمان دلوقتي وافق او طلعت قرار او في مضمطه بتقول ان تمت الموافقه بالتصويت نعم لاتفاقيه المراسيم. ما حصلش، تمام الاتفاقية نفسها لم تأتي للبرلمان، ما وصلتش لغاية دلوقتي. وبعدين أنا عايزة أقول إنك، أنا كمان أنا النهاردة اتكلمت معاكي في رأي، صحيح هل هذا الرأي أنا أقدر أمليه على كل 594؟ مش معقول. يعني لو النائب، أي نائب آخر طلع برأيه الخاص، هذا هو رأيه، تمام ولما يخرج كمان الرأي من البرلمان برضه هنرجع نقول إن نواب البرلمان هم نواب الشعب، هم اللي اختارهم الشعب، هم صوت الشعب. فيعني خلونا ندي الفرصة لإنه أولاً بلاش نسمع لكلام بدون نتيجة حقيقية، يعني كلام ما حصلش أي خروج من البرلمان بإنه تم إعلان بالتصويت للموافقة على الاتفاقية.
يعني ما حصلش اي تصريحات هنعتبرها تصريحات فرديه، ولكن برضو حضرتك لما تصريحات صرحتي هنا لم شخصية يا تصرحي. فندم، تصريحات شخصية لا، طبعا هنا طبعا برضو تصريحات شخصية. حضرتك اللي ذكرتيه كله قانوني ورسمي، يعني حضرتك شرحتي المفروض يتعمل ايه، يعني لم تصرحي مثلا بانك مع او ضد شيء. يعني احنا من خلال حوارنا مع حضرتك دلوقتي ما فيش اي راي شخصي اتقال غير انه حضرتك بتلتزمي يعني بالتسلسل اللي المفروض يتعمل، يعني ده اللي حضرتك برضو ذكرتيه. بالظبط كده، بس انا اعلنت عن رايي شخصي في تصريح، وقلت ان هذا هو رايي الشخصي، نعم اني انا مش ما عنديش اي ارتياح لجميع لل 17 اتفاقيه اللي تمت في غمضه العين. تمام. عموما يعني احنا انا مش بنعول، مرتاح. يعني المفترض ان احنا عايزين نطمئن ان البرلمان هيقوم بدوره كبرلمان عن الشعب، انه بعد الجدل الشعبي الكبير ده لازم البرلمان يدخل بالموضوع بقوة، ولازم يكون في لجان، ولازم كل ده يتعمل، ولازم ان كل الاتفاقيات دي وكل شيء كان يعني حول زيارة ملك السعودية والاتفاقيات والحدود وكل ده يتم طبعا من خلال البرلمان، ويكون في ما يرضي الشعب. آخر حاجة، تعليق حضرتك برضو، طبعا كان في برضو ردود فعل غاضبة طبعا على النائب اللي رفع علم السعودية في البرلمان. أيضا على الجانب الآخر كان هناك برضو بعض يعني بعض الاعتراض على أنه الكلمة الدكتور علي عبد العال كرئيس البرلمان كانت يعني فيها برضو مبالغة في استقبال الملك. هل برضو جلوس الملك في هذا المكان ده يعني مع الأعراف البرلمانية، أم إنه زي ما ناس قالت إنه ما كانش المفروض يقعد فوق؟ يعني لو حضرتك تجاوبيني على الثلاث أسئلة دول بسرعة أكون شاكر. انا عايزه اقول بس حاجه، انه طبيعه الشعب المصري هو طبيعته مرحب جدا تمام. ومضياف، يعني ما صدر من البرلمانيين اللي كانوا حاضرين وقتها او في اليوم ده في استقبال الملك، ده ترحيب خارج من طبيعتنا كمصريين. وحضرتك مصريه وتعرفي قد ايه، انا يعني احنا بنفتح الابواب، اذا دخل عليكي عدوك هتستقبليه وتتفضل، تقولي له اتفضل طالما خبط بابك وجالك لغايه عندك. فانا ما بالك من انه دخل صديق، واحنا نعلم كويس قوي علاقتنا بالسعوديه رغم مساحه الاختلاف اللي بيننا، يعني لكن احنا عارفين ومتاكدين ان العلاقه بين مصر والسعودية علاقة استراتيجية رغم وجود تباعد في بعض الرؤى، يعني احنا مختلفين في بعض الرؤى لكن بنتفقين في الهدف والمصالح، لكن آلية الوصول ليها بنختلف. فأنا يعني مش عايزة ياخد مساحة من طاقة الشعب انه يستاء من ترحاب الشعب للملك، يعني طيب دي نقطة، لكن الجزء الثاني بالنسبة لرفع العلم يعني السعودي يا أنا أستاذة مع مادي، نعم رفع العلم السعودي، نعم يعني إن نائب يرفع العلم السعودي داخل البرلمان. عادة لما إحنا بنبقى عندنا ندوة موجودة، يعني أنا بس هحكي لك حاجة صغيرة كده، لما بحط، أنا مش بتكلم، مش معنى كده إن أنا ولا ببرر ولا بوافق، بس أنا عايزة أحط صورة تانية خالص. حضرتك لما بيبقى في ندوة وبيجي بنحط علم مصر وبنحط علم الدولة الأخرى اللي جاي، ده طبيعي، ده طبيعي، وفي المراسم يعني حتى لما طبيعي بيغيب حضرتك علم، لو أنت دلوقتي، حضرتك دلوقتي لو مستضيفة عندك ناس من أمريكا ومن السعودية ايوه ومن بس مش مصر، انا اللي رافعاه أنا بايدي بس يا استاذه حضرتك ناديه، ما احنا انا رديت على الكلام ده برضو، مش انا اللي رافعاه بايدي، يعني ده في لا يعني معلش طيب، يعني حضرتك طب يعني خلينا أنا في برضو الجزء الثالث، معلش انا أنا هعفي هعود حضرتك عليها من النقطه هعود دي. طب اتفضلي. بصي حبيبتي أنا هقول لك حاجة، هعود عليها إنه برضو دي وسيلة من وسائل التعبير وعلية يعني طريقته والترحيب. من الترحيب، خلاص نختلف او نتفق مع الاخر في طريقته بالترحيب. حضرتك تقدري ترحبي بالابتسامه، انا ارحب بالتصفيق
غير يرحب برفع هو عارفة، العلم، بس أستاذة غير نادية لو مثلا ده كان في محفل تاني وكان حد مثلا من أمريكا وحد رفع علم أمريكا، الدنيا كانت هتقوم مش هتقعد. يعني خلينا بس إيه عشان لا لا معلش، انت هنا بتحكمي احكام مسبقه، وانا معاكي انه في بيحصل اوقات ان احنا لا يحكمنا المبدا. فانا بس عشان كده انا عايزه اقول لك، انت هنا بتتكلمي انه المبدا مش هو اللي حاكم، ولكنها الأهواء. المشاعر والاهواء. لكن انا بقول لحضرتك خلينا نكبر معا، احنا شعب استنزفنا كتير وانتهكنا فتره طويله وجهلنا فترة تمام. فترة طويلة قوي، فخلونا نتحمل بعض. طب انتوا ليه ما بصيتوش ان في نواب ما حضرتش اللقاء؟ ما احنا يعني يمكن الموضوع بتاع بالنسبة لعدم حضور نواب في جلسات كتيرة ده بقت يعني لدرجة ان الدكتور علي كان قال ان عدم حضور النواب ممكن يعني يعرض النواب لل يعني لا لسحب. معلش، بس في حاجات في يعني، بما انك بتبصي على يعني على على جانب بتنقضي جانب معين، بصي جانب الاخر وحاولي يبقى في توازن شويه. وده انا بقولها لكل الناس، انه انا كتير قوي بشوف ان احنا بنبقى باصين على جانب واحد بس ومباصين عليه. احنا مختلفين وهنفضل، وما يجمعنا وما يسرينا هو الاختلاف. طيب ففي هناك الناس اللي بتختلف بطريقتها، بس خلينا نوصل للمهم. المهم هو احنا عايزين ايه من البرلمان، عايزين ايه من البرلماني الموجود، عايزين ايه من برلمان مصر 2015، عايزينه يعود بنا الى دولة القانون، طب أنا مع عايزينه حضرتك يعود بنا بأنه الى الثقافة. نبص للجوانب كلها. طيب الجزء الخاص بأنه برضه هل ده من الناحية التنظيمية أنه جلوس الملك في الأعلى ده طبيعي، ولا برضه كان نوع من أنواع الترحيب الزائد أو الترحيب بشخص الملك؟ انا ما عنديش المعلومه صح بروتوكوليا، اعتقد انه لا، لكن انا ما اقدرش احكم، يعني للاسف ما سالتش الموضوع ده، فانا مش عارفه انا اقول برضه انا رايي. انتهزت بس لكن انا فرصة معاكي وجود حضرتك معايا على اساس اني بعرضت، معلش انا اسفة يعني ان جت كل الدنيا اني بعرض على حضرتك كل شيء، ولكن في النهاية انا يعني سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. نتمنى يكون في لقاءات ميرسي متعددة. الحاجة المهمة انه ميرسي يعني خدنا كده برضو نعتبر انه ده من يعني ان احنا منتظرين ان البرلمان هيكون ليه هيسير بالاوضاع الرسمية، هيدرس الامر، هيكون في لجان، يبقى في ثقة دلوقتي، وبنقول ان الشعب كله بيعول على البرلمان، وان احنا يعني كلنا نأمل ان هو البرلمان بقى اللي دوره لازم انه يبرز في ظل الجدل الشعبي وظل الجدل اللي احنا شفناه ده كله. بشكرك شكرا جزيلا. العفو، بس عايزه اقول لك حاجه قبل ما تقفلي معايا. طبعا انا اللي بشكرك جدا على الحوار، ولكن ما يعني احنا ما فيش حد موجود في مكانه الشعب ما يقدرش يشيله. يعني البرلمان اداؤه ما عجبكمش، تقدروا تنزلوا تشيلوا البرلمان. فيعني انا بس عايزه احس ان احنا بقينا أحرار، بس لما نكون بنحكم وبنرى بهدوء وبنحكم بدون حيادية وبدون وبالمعلومات وبالمعرفة بس. لكن بعد كده احنا البرلمان موجود، مش عايزة نحكم على البرلمان على ال 596. هناك برلمانيين ماشيين بالحق وبيحاولوا يعملوا ما هو لصالح المواطن المصري، وهناك كتير بيحاول ومش عارف، وهناك كتير ليه أبعاد تانية. فخلينا لينا نظرة فيها دقة، وفي نفس الوقت ندي فرصة وصبر. احنا خارجين من مرحلة صعبة أكيد إلى مرحلة أصعب جدا، اللي هي الوضع والتحديات اللي مقابلانا في كل الـ في كل مصر في كل جانب. عندنا تحديات كتيرة قوي قوية جدا، وأعتقد إنه بنثق إن إحنا إن شاء الله بنثق بشعب مصر بقيادة الرئيس السيسي وبنواب اللي اختارهم الشعب المصري، إن إحنا نقدر نتحدى ونعدي الصعاب اللي جاية، وكمان بدعمكم وبصلواتكم وبإرشادكم.
آمين يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا مع زي السلامة. ما حضرتك قلتي كلنا هنصبر، وكلنا يعني فعلا بعد المراحل اللي مرت بيها مصر أكيد إن مش هيبقى في قرارات يعني انفعالية، ولكن على الشعب إن هو يصبر والكل يتوحد معا. وأيضا زي ما حضرتك طلبتي من الحكومة إن كان يجب يكون هناك يعني نوع من أنواع الثقة الأكثر في البرلمان، وما كانش برضو والشعب المصري، ما برضو الشعب زعلان إنه في إيه القرار اللي يجي الصبح كده تلاقي الناس تفاجأ بقرار دول الجزيرتين ما كانوش بتوعنا وبتوع السعودية. كل دي طبعا أمور أعتقد أنه يجب مراعاتها في الأحداث القادمة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نادية هنري بشارة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، نائبة طبعا برلمانية. أعتقد مشاهدينا حاولنا أن احنا الموضوع يتغطى من نواحي. أنا برضو حبيت أقول لحضراتكم من خلال يعني الحوار مع الأستاذة نادية، على اعتبار برضو الاعتراضات اللي جات، يعني ولو أن احنا مش هنقف معاها عندها كتير عند الحاجات دي، لأنه احنا كشعب مصر بنبقى في حاجات كتير بتاخد تركيز كده، زي مثلا موضوع لقاء قداسة البابا مع العاهل السعودي. شفنا سيبنا بقى الدنيا، والمفروض الناس تلاقي تقول لك لا 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 لا، ازاي ازاي البابا يتقابل مع العاهل السعودي، ازاي يوافق، ازاي لا، وكمان ايه ده البابا ما كانش في ايده الصليب، فين الصليب؟ يعني على اعتبار انه مثلا يعني الامور فيها توجهات معينة، فيها حاجة طبعا يعني برضو الجدل أدى بأنه يبقى في رد رسمي من المتحدث باسم الكنيسة ويقول يا جماعة أنه عرض صور، أن في لقاءاته في صور كتير لقداسة البابا ما فيهاش الصليب، في طبعا صور كتيرة البابا فيها الصليب، بس ممكن جدا أنه زي ما أنتم شايفين يعني وهو هنا بيسلم هو قاعد أهو مش في إيديه الصليب مع سيدة، يعني عادي جدا. والموضوع ده كله يعني ما فيهوش أي حاجة، يعني واخدين بال حضراتكم؟ برضو ناس تقول لك ايه لا لا لا، ايه ده هو اللي راح لما كان في معرفش في روما، هو اللي راح الملك، هو اللي راح باين قابل بابا الفاتيكان، مش بابا الفاتيكان اللي راح له في مقره. هنا على فكرة المقر دي تقريبا مقر تابع للسفارة السعودية تقريبا، يعني ده اللي فهمته. وانه برضو اشمعنى البابا يروح وشيخ الازهر ما راحش، وهو اللي راح لشيخ الازهر، هو ما راحش شيخ الازهر، برضو في صور في نفس المكان ان شيخ الازهر هو اللي راح لملك السعودية والتقى بملك السعودية في هذا المقر، وانه لما راح ده هنا لما هو راح الازهر، يعني الملك راح الأزهر، يعني هنا دي ذهاب للأزهر، لكن في بالنسبة لشيخ الأزهر في صور تانية جاية قبل يعني في نفس المقر ده، انه هو الشيخ احمد طيب هو اللي راح برضو للمقر قابل. ارجوكم الحاجات دي يعني ايه، احنا بقى كده قاعدين بنروح في اماكن، يعني لو قعدنا ناخد الحتت دي بقى هنقعد نتكلم ونحكي زي ما انتوا عايزين، بس طبعا يعني الموضوع هنا خلينا يعني الحتت دي في تعليقات في كده، لكن ارجوكم نعديها، يعني الحكاية دي مش هي اللي تاخد مننا الوقت الطويل. احنا عندنا دلوقتي مواضيع، عندنا جسر لازم نعرف الجسر ده هيعود على مصر بس ولا على السعودية، وهل فعلا في مخاطر من الجسر ده من ناحية إرهاب ولا ما فيش. كل الكلام ده ناس قاعدة تتكلم كتير عن موضوع الجسر هيحتاج ايه، برضو اذا كنت انت هتتكلم من ناحية الاقتصادية او من ناحية مش عارف انك محتاج تزرع ايه علشان الجسر ده يعمل، يعني شوية كلام كده. دي ده المهم هنا، الجزرتين دول برضو الجزرتين احنا بنتصارع على جزرتين لمجرد ان احنا بنتحدث وبس، ولا احنا عندنا هنشوف بقى الوثائق وندرس كل حاجة ونشوف أهمية الجزرتين دول، وهل بالفعل الكلام اللي اتقال على انه انتوا يا جماعة مالكم ما تسيبوا الدنيا كده لان الرئيس السيسي بيفكر صح، الرئيس فاهم ابعاده وبيبص للدنيا ببعد مختلف عن اللي انتوا بتبصوا له، الرئيس لا يمكن يتخلى عن ارض مصرية، القصة كلها عشان خاطر بس ما تبقاش لما تروح للسعودية يبقى احنا كده نقدر نحط أسلحة، نقدر نعمل اللي احنا عايزينه، هتخرج بره المنطقة جيب. كل دي كلام، كل ده أمور كتيرة زي بقول لحضراتكم. المهم طبعا في النهاية اللي وقف قدامه ناس كتيرة الترحيب الشديد جدا جدا، الخطب اللي كانت بترقى للمدح الزائد والتفخيم الزائد، يعني اوكي في استثمارات هتيجي، في السعودية واقفة جنبنا، بس مفيش حاجة بلا مقابل، لازم نفهم ده كويس قوي. مفيش حد، مفيش دولة هيكون ليها علاقة مع دولة لمجرد سواد عيون الدولة، يعني دي الموضوع لا فيه عواطف. تأكدوا تماما ان زي ما السعودية بتستثمر وبتسند مصر اقتصاديا هي كمان هتستفيد،
هنا بقى نبقى نحاول نشوف السعودية تستفيد ايه والقصص دي كلها ايه. فبالتالي وبرضه حكاية الترحاب الجامد والدنيا الجامدة دي، يعني شفنا طبعا الموضوع بالنسبة لكلمة علي عبد العال في البرلمان وهو برضه بيتحدث للملك الملك السعودي، شفنا المظاهر بالنسبة لرفع العلم، كل دي كانت حاجات الحقيقة يعني الكل وقف عندها. في برضو الجزء الخاص بجابر نصار، النهارده جامعة القاهرة سلمت الملك الشهادة الفخرية يعني. فالفكرة برضو النهاردة ليه الملك أعلن عن أنه هيكون في تمويل وهيكون في تعضيد عشان خاطر مستشفيات، منها مستشفيات القصر العيني، أيضا دعم للجامعة كجامعة القاهرة. فالاستقبال النهاردة برضو كان استقبال شديد وحافل وكل الكلام ده. وهنلاقي برضو مثلا لو حبينا نسمع جزء من الكلمة اللي قالها دكتور جابر نصار في الترحيب بالملك، برضو حضراتكم ممكن تستشعروا فيها أنها كانت فيها بعض التعبيرات الـ يعني الاوفر شويه. فده كله برضو يعني مش عارف يعني هل دي مظاهر هنظل كده، يعني هل لما يجي الملك فرنسا فرانسوا اولاند وفي وفد كان جه واتقال ان هيبقى فيه والرافال الفرنسيه وكل دي، ما برضو فرنسا وقفت جنبنا مش ما وقفتش جنبنا، سيبنا من موضوع مين وقف جنبنا من ساعه الثوره ومين وقفش جنبنا من ساعه ثوره 30 يونيو، لكن خلينا نتكلم هنا عن انه برضو انت لو بتتعامل مع استقبال معين بتعمل الاستقبال ده على قدر المنح وعلى قدر الدعم ولا استقبال لرئيس اي دولة، فبرضو دي لازم تكون يعني تاخد الموضوع في اطاره يعني. خلينا نسمع جزء، ما اعرفش جاهز ولا لا زمايلنا، الجزء من كلمة دكتور جابر النصار، وهو حتى كان يعني احنا جايبينه كان من برضو من الناس اللي يعني اللي الحياة واقفين على المواضيع دي كلها، الاعلام يوسف الحسيني يعني مركز مع الموضوع، هو برضو اللي ركز مع موضوع العلم، مركز مع موضوع البرلمان وازاي البرلمان قابل الملك بشكل يعني اوفر، ازاي برضو هنا الكلمة بالنسبة للدكتور جابر النصار كانت ازاي. فخلينا نسمع جزء والحكم لحضراتكم يعني. قب الذي تؤثره وتحبه وتفضله على سائر الألقاب التي يتغنى بها الملوك والرؤساء، إنما يزيدك رفعة في قلوبنا وعلوا في عند الله عز وجل. نحن في مصر العربية، في مصر الدولة ومصر الشعب، يا خادم الحرمين نحبكم ونحب المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة وملكا. فالمملكة مستودع شعائر ديننا ومكمن مقدساتنا ومحل هوى قلوبنا الجامح حبا وعشقا وتعلقا. سلمت يا سيدي وسلمت مصر والمملكة. إن زيارتكم للقاهرة ليست كأي زيارة لملك أو رئيس دولة، ولكنها زيارة محب يذوب المصريون حبا وعشقا له، يدعون له بالتوفيق والسداد والنصر والانتصار. فأهلا بكم في مصر، ومرحبا بكم في جامعة القاهرة، عزيزا وغاليا مكرما وكريما. سلمت لنا ملكا يحمي الحمى ويزود عن البلاد والعباد كيد الكائدين ومكر الماكرين. أطال الله عمركم وأسعد الله أيامكم وحقق الله أمانيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحكمتك تختال علينا. والله ربنا يديها يا رب الصحة. شويكار موجودة في المستشفى، ربنا يديها يا رب الصحة. أنا حبيت بس أسوب لحضراتكم بحكمتك تختال علي، بلاش الأفورة، وهنشوف يا ترى هيحصل إيه مع الرئيس الفرنسي لما يجي، هل هيبقى نفس كل ده ولا هو الموضوع بحجم المليارات والاستثمارات؟ يعني خلينا يعني ما علينا،
مش هتكلم اكتر من كده، لكن برضو علشان كان جه سؤال في موضوع البابا، فكان برضو انا حابه اقول لحضراتكم نفى المتحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه ما اثير عن انباء من انباء عن طلب الامن الخاص بالعاهل السعودي عدم دخول البابا. طب بصوا راحت لايه كمان، ده راحت انا ما قريتش على فكره حكايه الامن دي، ان الامن هو اللي طلب ان البابا ما يدخلش بالصليب. يا نهاركم ابيض، ايه يا جماعه مش للدرجات دي، يعني في ايه يعني، حتى ذوقيا ما تحصلش، ده في بلدنا يعني مش للدرجات دي ان الامن هيجي يقول للبابا ما تدخلش بالصليب، يعني دي وسعت قوي بصراحه، يعني اوفر، دي بقى اوفر. فالمتحدث رد طبعا وقال اؤكد ان الصليب كان مع قداسه البابا، لم يطلب من احد ان يحمله له اثناء المقابله، لكن كل ما في الامر ان هو مش بيمسك بيه طول الوقت، احيانا اخرى قد لا توضح الكاميرا ذلك، توجد صور كثيره يوم العيد وهو لا يمسك الصليب في ايده، يمكن شفنا الصور نعرضها مره ثاني معلش، واحيانا اخرى يحمله في يده. فالحكايه هنا يعني أرجوكو أرجوكو خلونا في المهم، يعني الموضوع بتاع الجدل مثلا بتاع الجزيرتين أنا معاكم، أنا معاكم جدا، إحنا بنحاول نشوف جزء من تراب أرضنا بنحاول، لكن القصة بتاعت الصليب وبرضه يعني ماشي حتة العلم، طبعا ما يصحش إنه مصري يحمل علم بلد أخرى وهو جوه بلده ولمجرد إنه بيرحب كنوع من أنواع الترحاب برضه جامد شديدة شوية. البابا توادرس صحيفة عكاز السعودية، الملك سلمان حريص على لجم الإرهاب، وده يمكن كان برضه اللي اتقال بالنسبة للتعليق على ما تم وما دار من حوار بين قداسة البابا والعاهل السعودي. فالبابا بيقول ان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كان ولا يزال حريصا على جمع الشمل، رأب الصدع العربي، وحدة المصير العربي. السعودية بقيادة الملك سلمان لعبت دورا استراتيجيا في لجم الارهاب، وانه وجد في الملك سلمان، البابا بيقول، الشخصية السياسية المؤثرة والمحبة ليس فقط لمصر بل لجميع الشعوب الامتين العربية والاسلامية والكل ده. فاحنا الدنيا دي كلها هنرجع برضو اكمل معاكم برضو في النقط المهمه بالنسبه للاتفاقيات، لكن خلينا في جزئيه روجيني لان ده برضو من الموضوعات المهمه جدا. طبعا كلنا كنا منتظرين المؤتمر الصحفي اللي كان لمساعد النائب العام علشان نعرف ايه اللي حصل في اللقاء مع ايطاليا، وسمعنا برضو بعدها انه في وفد برلماني هيروح لبراكسل علشان خاطر قضيه ريجيني. معانا ومع حضراتكم علاء، المهندس علاء ولي الدين، عضو الوفد البرلماني المصري المتجه الى بروكسل. استاذ علاء برحب بحضرتك معانا. استاذ علاء اهلا بيك. اهلا بيك. طيب دلوقتي الأول يعني نتوقف عند المؤتمر الصحفي، وباختصار إيه هي الحاجات اللي كانت إيطاليا طلباها ولم يتم الموافقة عليها من قبل الوفد القضائي الأمني، وبناء عليه إنه كده في استكمال للموضوع بإنه حضراتكم حضرتك من ضمن وفد هتروح لبراكسل. انا مش ما بتدخلش في طلبات ايطاليا، طلبات نعم. ايطاليا دي مع السيد وكيل النائب العام. نعم. احنا جايين بروكسل حضرتك عشان نتواصل مع البرلمان الاوروبي. البرلمان الاوروبي اصدر بيان في 10 مارس صحيح بيدعي ان مصر فيها بعض التجاوزات، سواء تجاوزات مع حقوق الانسان او تجاوزات اخرى، ومن ضمنها ذكر قضيه ريجيني. احنا جايين علشان نتواصل مع الوفد البرلماني، نحاول ان احنا نصدر بيان ونوضح لهم الحقيقه، ان النقط كلها اللي هم ذكروها في جزء منها يخالف الحقيقه، هم اخذوها من جهات غير رسميه، احنا وفد ممثلين من قبل الشعب، بنمثل الشعب المصري عن طريق انتخابات حره نزيهه الحمد لله العالم كله شاهد بيها بما فيها الاتحاد الاوروبي. نعم. جايين نقول لهم ان احنا عندنا بعض الحاجات اللي احنا عاوزين نحط ايدينا في ايديهم نتعاون فيها. مفيش مكان في الدنيا بلا اخطاء. حتى الاخطاء اللي موجوده ده احنا نقدر نتلافاها لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان احنا نقول لهم ان احنا على اتم استعداد ان احنا نظهر لهم الحقائق بدل ما هم بيصنعوا من طرف واحد، الطرف اللي هو بيحاول يضللهم علشان يعمل وقيعه ما بين مصر وما بين العالم باي صوره من الصور. طيب هل من الممكن ان برضو يتم يعني طرح تساؤل عليكم كوفد، برضو هيقولوا لكم انه الوفد القضائي لم يرضي الوفد الايطالي، او يعني لم يقدم ما يريح الجانب الايطالي بالنسبه لقضيه روجيني، فهل ممكن يعني هل برضو جاهزين لو تم التساؤل بالنسبه لهذه القضيه؟ احنا حضرتك متوقعين ان يتم التساؤل، بس انا اللي انا احب اكده لحضرتك ان الحقيقه ان مفيش اي حاجه لم ترضي الجانب الايطالي. الجانب الايطالي لما بعت سفيره للتشاور
ما بعتش صاحب السفير، هو بعت سفير للتشاور وليس صاحب سفير. وبيقال انه رجع؟ هم طالبين طلب. لا ما اعرفش الحقيقه، معلش انا بره مصر من امبارح فمش عارف الحقيقه ايه اللي حصل. فعشان كده بقول لحضرتك حتى ده احنا معانا بيان كافه الوسائل اللي واخدينها من النائب العام ومن الامور الداخليه وزاره الداخليه، نقدر ان احنا نرد بيها على اي تساؤل. بالعكس احنا الحمد لله مستعدين لاي تساؤل خاصه في قضيه جيني برضه. تمام. وبخصوص طيب الاتهام اللي كان بالنسبه للاختفاء القسري وبالنسبه للتعذيب وبالنسبه لهذه الامور، هل هناك ايضا وثائق بتثبت انه عدم صحه كل هذه الاتهامات؟ بص حضرتك اكيد طبعا معانا وثائق تثبت مش عدم صحه هذه البيانات، عدم دقه البيانات اللي هم بيتداولوها. خلي بقى حضرتك في بعض التجاوزات لخلاف، احنا مش عاوزين نخبي الحقيقه ولا ان احنا هنكذب، احنا رايحين نقول في بعض الجزئيات اللي هي موجوده زيها بالظبط في روما، زيها بالظبط في هنا هو في باريس، زيها في كل عواصم العالم. صحيح. النهارده حضرتك احنا بنقول التجاوزات دي هي تجاوزات فرديه لا ترقى لمستوى انها تبقى ظاهره. بنقول لهم حتى دي على الرغم من كده هو احنا برضه موجودين عشان احنا نحاول نتلافى اي تجاوزات او اي اخطاء. صحيح. ان شاء الله غدا هيكون اللقاء ولا امتى يا فندم؟ بدايه اللقاءات بكره يا فندم ان شاء الله، احنا عاملين اجتماعات مكثفه يوم الثلاث والاربع ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق، ويعني نامل ان يكون طبعا بعد كده في لقاء اخر يعني نعرف من حضرتك ماذا كانت نتيجه هذا اللقاء، ونامل كل الخير ان شاء الله لمصر دائما، وبالتوفيق لحضراتكم. اشكرك. أشكرك شكرا ألف جدا. خيرك ودعشنا وكتر ألف خيرك. بنشكر حضرتك جدا وجود حضرتك معنا، ونتمنى لكل الوفد كل التوفيق إن شاء الله. باشمهندس علاء ولي الدين عضو الوفد البرلماني المصري المتجه إلى بروكسل للرد على البرلمان، وكان ساعتها حتى لو تتذكروا حضراتكم كنا ذكرنا إن ساعتها كان في اقتراح من البرلمان إن هو يتم فرض عقوبات على مصر وموضوع حقوق الإنسان والقصص دي، وكان برضو داخلين في قصة روجيني اختفاء قسري، مش عارف تعذيب في سجون، مش يعني حاجات كتير قوي، ما كانتش بس موضوع رجيني لوحده. وهنرجع برضو زي ما قلت لحضراتكم لموضوع برضو المؤتمر واللي اتقال فيه والقصص دي، بس خلونا نكمل الجزء الخاص بالنسبة لزيارة الملك سلمان اللي كانت عبارة عن 5 أيام، انتهت النهاردة. راح بعد مصر على تركيا، توجه إلى تركيا، ويمكن برضو احنا قلنا ان هل في ربط بانه في محاولات بالنسبة لل يعني العلاقات، عودة العلاقات ما بين مصر وتركيا، في هل تمت مفاوضات، هل تم اي طرح بالنسبه للموضوع ده ما اتكتبش عنه، ولكن اللي اتكتب عنه ان كان برضو كان في كذا تصريح لعادل جبير وزير الخارجيه السعودي بالنسبه لكذا كذا موضوع، منهم مثلا ان هو قال ان محمد بن عبد الوهاب يا جماعه مش وهابي، انه ما فيش حاجه اسمها وهابيه، ده هو اصلاحي. قال كمان حاجه ليها علاقه بانه احنا مستعدين ان احنا يعني يكون وسيط بالنسبه للعلاقات بين مصر وقطر، في كذا حاجه كده قالها، كان تصريحات لعادل الجبير. لكن بالنسبه للقصص برضو وربط الموضوع لمصر وتركيا والكلام ده كله هيبان زي ما احنا قلنا، في حاجات كتير هتبان ايه هي ايه الموضوع يعني. لكن النهارده اخذ الدكتوراه الفخريه زي ما قلت لحضراتكم، واستمعنا الجزء من كلمه الدكتور جابر النصار. ايضا بالنسبه للبرلمان، الملك سلمان اهدى رئيس البرلمان مجسم لقصر ملكي ووضعه بمتحف المجلس. يمكن ده كان عقب انتهاء كلمة عاهل السعودية وخروجه من القاعة الرئيسية. قدم لرئيس مجلس النواب صندوقا كبيرا أخضر اللي انتوا شايفينه ده، عبارة عن نموذج مجسم لقصر ملكي بماء الذهب، وفي منتصفه نخلة أوراقها مذهبة. احنا طبعا مش شايفين اللي جوه الصندوق، ولكن اللي اتقال ان هو هيتم وضعه في حضراتكم متحف المجلس. كان بالنسبة لنا يعني لو تحدثنا، طبعا احنا كنا مع حضراتكم بالنسبة للاتفاقيات ال 17 اتفاقية، بالنسبة ايضا لموضوع الجسر والتعليقات على الجسر. الدكتور مجدي علام خبير دولي قال ان جسر الملك سلمان يحتاج زراعة 1.2 مليون شجرة للحماية من التلوث، دي برضو وجهة نظر يعني، بصوا كل واحد بياخدها من وجهة النظر بتاعته. اسرائيل بقى قالت ايه؟ قالت ان الجسر ده بمثابة اعلان حرب،
يعني لكم ان تتخيلوا الموقف. عشان كده برضو قال لك ايه يا جماعه، خلوا بالكم انه ده، اربطوا ما بين ده وما بين موضوع جزيرتي سنافير وتيران. مصادر اسرائيليه قالت انه تل ابيب اعترضت على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعوديه. الاذاعه الاسرائيليه قالت ان اسرائيل بتعترض، وان هم كان قبل كده عطلوا تنفيذه ايام مبارك، وايه اللي اعاد احياء واعيد احيائه بعد الثوره. اسرائيل قالت ان بناء جسر فوق جزيرتي تيران وسنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبه يمثل تهديدا استراتيجيا لها، لانه يعرض حريه الملاحه من والى منفذها البحري الجنوبي للخطر. خدوا برضو تصريح اسرائيل ده وحطوه كده معاكم في القصه كلها بتاعه طبعا تيران وسنافير. اشارت الاذاعه الاسرائيليه لان معاهده كامب ديفيد الموقعه بين اسرائيل ومصر تؤكد حريه الملاحه عبر مضيق تيران. طب لما تيران وسنافير تروح للسعوديه هيبقى ايه بقى؟ ففي اوضاع كتير على فكره بيترتب عليها امور كتيره جدا. اليوم الثاني في زيارة الملك سلمان كان في التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وكان أيضا الملك يوم السبت اليوم الثالث كان توجه الى قصر عابدين، تم التوقيع على اتفاقيات، اتفاق لانشاء صندوق سعودي مصر للاستثمار بقيمه 60 مليار ريال، مذكرات تفاهم لانشاء منطقه اقتصاديه حره بشبه جزيره سيناء، عدد من الاتفاقيات بين وزاره التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنميه، اتفاقيه خاصه بمشروع محطه المعالجه الثلاثيه لمياه مصرف المحسمه ضمن برنامج الملك سلمان لتنميه شبه جزيره سيناء، اتفاقيه خاصه بمشروع التجمعات السكنيه بسيناء المرحله الثانيه ضمن برنامج الملك سلمان ايضا لتنميه شبه جزيره سيناء. ده كان في الوجود في قصر عابدين والاتفاقيات. ايضا كان في على هامش او في اليوم برضو السبت كان في منتدى الاعمال المصري السعودي، او يمكن يعني امبارح او السبت، اكد البيان الختامي لمنتدى فرص الاعمال المصري السعودي على اهميه تبادل الاستثمارات القطاع الخاص في البلدين. وزير التجاره والصناعه طارق قبيل خلال كلماته امام المنتدى يعني اكد على اهميه الدور اللي بيلعبه القطاع الخاص بالبلدين. وزير الصناعه ايضا افتتح منتدى الاعمال، وكان في برضو بالنسبه للمنتدى كان في تعزيز التعاون في المشاريع الصناعيه والحوافز المتاحه والاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والاستثمارات في مجال الطاقه المتجدده. ايضا اشار وزير التجاره والصناعه السعودي توفيق بن فوزان على أن الرياض الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بمصر. ده يمكن برضو بعد كل هذه المشاريع. ووزيرة التعاون الدولي ووزير المالية السعودي وضع حجر الأساس لتطوير مستشفى القصر العيني، وده برضو من الأمور الهامة جدا، واللي بيتقال أنه بنأمل أنه بعد وضع حجر الأساس يكون إن شاء الله يعني بالنسبة لتطوير المستشفى نلاقي بقى المواطنين ياخدوا خدمة أفضل في مستشفى القصر العيني. تفقد معا وزيرة التعاون الدولي وزير المالية السعودي مبنى القصر العيني القديم. صرحت الدكتورة سحر نصر بأن المشروع يهدف إلى التطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، وأيضا المشروع يتضمن تجديد وبناء عدد من المباني بينها مبنى للرعاية المركزة، مبنى أمراض نساء ومبنى أشعة، تحديث المعدات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أعداد الكوادر الفنية. كل ده مهم جدا جدا بالنسبة اللي يحس بيه المواطن. احنا عايزين برضو استثمارات، الكل خايف ان كل الاتفاقات وكل الكلام ده، فاكرين المؤتمر الاقتصادي اللي كان في مارس السنة اللي فاتت وفي الآخر ايه اللي حصل؟ فنأمل بقى ان كل الاتفاقيات دي يشعر بيها المواطن، هو المواطن الغلبان واللي محتاج خدمات، زي مثلا لو شعر بالنسبة لتحسن الخدمة في القصر العيني، دي برضو حاجة جميلة. رئيس الوزراء شريف اسماعيل التقى مع العاهل السعودي بمقر اقامته، اشاد بنتائج الزياره وما اسفرت عنه من التوقيع على عده اتفاقيات ومشروعات مشتركه، واكد ان الحكومه حريصه على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين. والنهارده بقى كان في اخر محطه بالنسبه للملك السعودي، هو تكريمه من قبل جامعه القاهره ومنحه الدكتوراه الفخريه، يعني شفنا جزء من الكلمه. ايضا العاهل السعودي كان ايضا تحدث، هو ايضا في يعني هو زي مزار البرلمان، وكان في كلمه لرئيس البرلمان وكلمه للعاهل السعودي، برضو كان في كلمه للدكتور جابر نصار وكلمه ايضا للعاهل السعودي النهارده بالنسبه ل وجوده في جامعه القاهره. خلينا نستمع لجزء بسيط من هذه الكلمه. العربيه وحدها بل في العالم العربي والاسلامي،
واحتضنت بين جانبيها طلبا مختلفا حال العالم، من بينهم طلبا من روح السعوديه، وقدمت خلال عقود من الزمن قاده وعلماء مفكرين شاركوا في تقدم دولهم. من المهم ان تواصل المؤسسات التعليميه والثقافيه دورها في صنع الحضاره بناء الانسان، وان نواصل دعمنا لهذه الصروع العلميه كجامعتكم الرائدة ومنحة ذاتها الكبار ما يستحقون من تقدير ومساندة. أكد برضو الملك طبعا على المشروعات، وذكر برضو موضوع الجسر وأهميته وحاجات كتيرة كده، وطبعا وصف الجامعة بأنها صرح علمي شامخ احتضن طلابا من جميع أنحاء العالم، بينهم كان طلبة من السعودية. طبعا تفتكروا مرتضى منصور برضو كل ده وسط كل ده يسكت؟ ما يصحش يسكت طبعا. مرتضى منصور قرر ايه بقى؟ قرر منح رئاسة النادي الشرفية، نادي الزمالك الشرفية، للملك سلمان بن عبد العزيز. يعني دلوقتي الملك سلمان كمان معاه رئاسة شرفية لنادي الزمالك. يا رب بقى النادي يعني يطلع لقدام كده ونلاقي نجاحات ان شاء الله بعد كل ده. فزي بقول لكم طبعا مرتضى مش معقول وسط كل الدنيا دي تلاقيه ساكت، ولا ما تلاقيلوش حاجة، لا لازم تلاقيهم تلاقي طبعا يعني حاجة جميلة جدا. المهم انتهت زيارة خادم الحرمين، وبعث في برقية للرئيس المصري بعد ختام زيارته طبعا شكرا للرئيس، ويعني طبعا دعما وكل ده. والحاجة التانية كمان انه الرئيس السيسي، دي بقى المهمة يعني بجد، يعني انا مبسوطة قوي ان احنا الرئيس السيسي اكد على اهمية متابعة نتائج زيارة العاهل السعودي لمصر وتنفيذها. نحط 20 30 مليون مليار خط كده تحت تنفيذها دي يا رب، لانه حلو حلو اتفاقيات جميله وكل حاجه جميله جدا، بس زي ما بقول لكم يعني ايه، هنشوف لما هيكون رئيس فرنسا فرانسوا اولاند في مصر ماذا ستكون طريقه الترحيب والكلام ده، وهل هياخد برضو يعني ان شاء الله رئاسه شرفيه برضو لنادي الزمالك ولا لا. ده بالنسبه لكل ما الأمر الخاص بزيارة الملك سلمان. نروح بقى لموضوع ريجيني عشان مهم جدا وباختصار شديد قوي. كالمعتاد أي إعلان عن مؤتمر صحفي بيتأخر، ليه؟ محدش عارف، ويقعدوا يقولوا يا جماعة صحوهم، يا جماعة قولوا لهم في مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفي عالمي. برضو كانت الحكاية يعني إيه شوية، برضو كان في تعليق على إنه فين العالمي، مش مشكلة. فين العالمي من ناحية ايه؟ من ناحية انه ما كانش فيه تجهيز لترجمات بلغات مختلفة، قال لك مش عارف حد كده تطوع في الاخر انه يترجم باللغة الانجليزية، ففي النهاية ما كانش عالمي يعني بالشكل اللي مفروض يكون عليه عالمي. النقطة بقى الخاصة بالموضوع بتاع ريجيني، ان احنا اللي حصل انه النائب المؤتمر النائب العام المساعد كان اتكلم عن ان كان في هم سلموهم 2000 ورقه من التحقيقات، فبيتقال انه اتفاق في تقارير الطب الشرعي وخلاف على سجل المكالمات ولغز 3 اشخاص. بيقول النائب العام برضو انه ايطاليا طلبت تفريغ كاميرات مراقبه محطه الدقي بعد مسحها، وليس لدينا برنامج لاسترجاع المشاهد. دي برضو حاجه كوميديه جدا يا جماعه، كان في كاميرات والكاميرات صورت، بس اللي حصل ان اتمسحت المشاهد دي. نعم، امال انت بتصورها ليه طيب؟ لما انت وبعدين قال لك انه ايه، ما عندناش برامج عشان نستعيد المشاهد دي. بس اتقال على الجانب الاخر انه كان في شركه المانيه عرضت مبالغ كبيره، مبلغ كبير يعني، علشان ترجع المشاهد دي. يعني حتى طب يعني يا جماعه كنتوا قولوا لهم انه في فرصه، ان في شركه، طب ادفعوا انتوا فلوس الشركه دي، طب يعني حاولوا، احنا بنتكلم عن علاقات دولتين واقفه على القصه دي، طب ما نخلصها يعني، ايه الفكره؟ بس طبعا الجميل، طب ممكن بعد كده ارجوكم يعني لما يكون في كاميرات بتصور، ممكن يكون في نوع من انواع الحفظ للمشاهد دي، ولا احنا بنصور ليه؟ ولا بنصور لمجرد ان احنا لو ما شفناهاش بعد يومين ثلاثه خلاص انسى انك تشوفها تاني؟ فاعتقد ان ده برضو يستلزم اعاده النظر في موضوع الكاميرات دي وبرمجه الكاميرات دي. وانت جايب كاميرات علشان تصور عشان تتمسح المشاهد، ولا جايب كاميرات تصور علشان تحفظ الدنيا علشان لما تيجي ترجع لها بعد كده لاي وقعه لاي حادثه لاي كارثه ترجع لها؟
اعتقد يعني تاني سؤال واقعي جدا، لكن احنا الحمد لله سجلنا حلو قوي قوي، بس اتمسحت المشاهد وما عندناش برنامج يرجع المشاهد. تقرير الطب الشرعي في مصر اتفق مع تقرير المحققين الايطاليين، على اصل دي جثمان قدامكم في كل حاجه، يعني لو تقرير الطب الشرعي في مصري اختلف عن تقرير الطب الشرعي الايطالي هنا هتبقى فيها كارثه. فنشكر ربنا في توافق اهو على تقرير الطب الشرعي اللي المفروض طبعا لا يختلف عليه اتنين. رفضنا طلب إيطاليا لسجل مكالمات أماكن ريجيني لمخالفته للدستور. يا سلام، إيه ده يا ربي ده؟ إحنا قد كده بنلتزم بالدستور؟ طب التسجيلات اللي كانت بتطلع في الصندوق الأسود والتسجيلات اللي كل شوية نلاقيها منتشرة والنشطاء ومش النشطاء، ده ما كانش مخالف للدستور في وجهة نظر حضراتكم كنيابة عامة ولا إيه، وكنائب عام ومساعد النائب العام؟ يعني ما تدوهم في إيه؟ يعني إحنا بنتكلم هنا مخالفة للدستور في ايه بس؟ يعني انت بتتكلم على اساس ان احنا مثلا خصوصية قد كده يعني محترمة جدا، في كام يعني كام حاجة كده بتقول انه ادارة هذه الازمة للأسف الشديد بشهادة الجميع كانت فاشلة الحقيقة، عشان بس نبقى متفقين. النائب العام المساعد بيقول إيطاليا لم تطلب حضور أشخاص بعينهم ضمن الوفد المصري، ده اللي كان منتشر قبل ما يروحوا فاكرين، ومش عارف الضابط خالد ومش خالد واللي كان أعلن عن إنه حادث سير والقصص دي كلها، فهو وضح ده. النائب العام المساعد أيضا بيقول روما سلمتنا ملفا بشأن عادل معوض المختفي في إيطاليا، ده برضو اللي هو القصة اللي أنت بتتكلم عن عادل معوض ودخلت الموضوع بتاع عادل معوض في القصة، وإن ده كارت يعني اضعف من ان هو يعني تلعب بيه قدام قضيه زي قضيه ريجيني. فالمهم ان هو قال لك انه خلاف نشب بشان التحقيق في قضيه مقتل الباحث ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفيه في الاماكن اللي وجد فيها، تسليم تلك السجلات بيخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمه بحق كل من يقدم على فعله. طب كده هل في جريمه ضد عبد الرحيم علي ولا ليه؟ ليه؟ صح؟ ليه؟ ده عبد الرحيم علي النهارده قايل عادل الجبير ده المصريين كلهم موافقين على ان انتوا الجزيرتين سعوديتين وكله تمام وكل موافقين على كل الاتفاقيات واللي انتوا تقولوا بيه يعني اللي انتوا تأمروا بيه هيكون نافذ يعني. فبتهيألي ان هو في موضوع التسجيلات اللي تم عرضها على شاشات التلفزيون والفضائيات غير مخالف للدستور حينما يعني يكون للنشطاء، ولكن حينما يأتي الأمر في قضية فيها حساسية في العلاقة بين مصر وإيطاليا لا، التسجيلات دي نديها لكم إزاي؟ ده مخالف الدستور والقانون. طبعا يعني ما علينا، الوفد الايطالي ابلغ الوفد المصري ان تقرير الطب الشرعي خلاص كل ده احنا قلناه اعتقد، فبالتالي والقصه بتاعت اللي اتقال على طول بعد الاخبار دي طبعا موضوع استدعاء السفير للتشاور معاه، كان في بعض الانباء بتقول ان هو عاد. الحاجه الثانيه انه بعد كده قللت ايطاليا قللت الطائرات اللي جايه لمصر والوفود السياحيه اللي جايه لمصر، ده برضو كان من ضمن الامور. بريطانيا عايزه تقف مع ايطاليا ومطالبات في بريطانيا بمؤازره ايطاليا، يعني القصه لسه هنشوف بقى ان شاء الله. نتمنى كل النجاح للوفد البرلماني المصري اللي هيوجود في بروكسل علشان خاطر الامور اللي ما كانتش ليها علاقه بريجيني بس، ولكن بقى بانتهاك حقوق الانسان بالاختفاء القسري بكل الامور دي كلها. ده بالنسبه لي يمكن اهم الامور في على مستوى مصر يعني والشأن الداخلي. ممكن بس طبعا في حكم بالحبس 10 سنوات بالنسبة لوزير الزراعة اللي كان محبوس عشان اتهامه بالفساد أو متهم بالفساد ومساعده. برضو في عندنا عايز أقول لحضراتكم ممكن نعرض الصحيفتين، أعتقد معنا صحيفة أو اتنين ممكن نعرضهم بشكل سريع كده عشان نشوف أغلبية الأخبار اللي هي يعني نشوف ايه الجديد برضو اللي احنا ما قلناهوش بالنسبة لمصر والشأن الداخلي علشان ننتقل الى الشرق الاوسط والملف القبطي ايضا. مفاجآت تيران والسنافير هتلاقوا زي ما بقول لكم. الجميل بقى في الموضوع ده انا وقفت عند جمله حلوه قوي قوي، بصوا هيكل طبعا قال الجزيرتين سعوديتين حمزاوي عمرو حمزاوي يا جماعه والبرادعي، فبقيت النهارده بقى تلاقي ايه وجمال عبد الناصر. انا برضو نفسي الحياه يعني كويس ان احنا قلنا الموضوع ده عشان مش عايزه اختم الحلقه او يعني نخلص النهارده حلقتنا من غير ما نعرض كلام عبد الناصر. الجميل انكم تلاقوا الاخوان والمتاسلمين بداوا يعرضوا ويستشهدوا بجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده كان عدو الاخوان الاول ليه؟ عشان بيخدم مصلحتهم هم. الاخوان النهارده عايزين يهاجموا مصر
وان مصر وعواد مع ارضه وان الرئيس السيسي، ولو كان حصل ده بقى ايام مرسي كنتوا هتقولوا ايه ومش عارف ايه، ومرسي بقى الوطني اللي ما باعش ولا تنازل عن حاجه وانتوا اتهمتوه ومش عارف الكلام ده كله. فتلاقي الاخوان والمتاسلمين كانوا بيعرضوا الجزء الخاص بتسجيلات جمال عبد الناصر وكل ما هو ليه علاقه باللي كان حتى مختلفين معاه علشان ياكد وجهه نظرهم. نيجي بقى للجانب الاخر، السياسيين والثورجيين والنشطاء اللي هم كانوا في بقى احنا مش جيل بتاع ده البردعي ومختلفين عليه ومختلفين على عمرو حمزاوي، بداوا يعرضوا اللي بيؤكد برضو وجهه نظرهم اللي هم مؤيدين للسيسي بقى، ان احنا ايه النهارده بقى لا عمرو حمزاوي قال ايه، ده عمرو حمزاوي هو اللي قال ان الجزيرتين دول سعوديتين فيبقى كده مصر ماشيه على الطريق الصحيح. ففعلا يعني الحقيقه تلاقوا الوضع كله يعني اللي مش حبيب اللي عدوي بيبقى حبيبي علشان انا عايزه يعني اقول ده. فالحقيقه بجد صدقوني اللي عايز يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي ويشوف زي ما انت عاوز، لو انت عايز تقول انهم مصريتين هيلاقي كل ما يؤيد ان هم مصريتين، لو انت عايز انك تقول انهم سعوديتين هتلاقي كل ما يؤيد ان هم سعوديتين. فبالتالي كله موجود، وممكن تكون حد انت مختلف معاه في الراي بس عشان انت رايح للراي ده هاته بقى واستشهد بيه. ما لا مفيش لا يمنع لان انت هنا في قضيه. خلينا نسمع جمال عبد الناصر في الجزء الخاص بين الجزيرتين مصريتين، وانه اللي برضه هقول لحضراتكم رد مجلس النواب مجلس الوزراء كان على التسجيل ده ايه. نفس السائل، لقد اعلن على نطاق واسع ان الولايات المتحده قامت عن طريق سفيرها في القاهره بتحذير الجمهوريه العربيه المتحده من انها ستعتبر اي تدخل في حريه الملاحه في خليج العقبه عملا عدوانيا وانها ستعارضه بكل الطرق الممكنه، فهل هذا التقرير صحيح؟ اولا هذا التقرير غير صحيح. ثانيا خليج العقبه هو ارض مصريه. الخليج كله عرضه اقل من 3 ميل. موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. إذا قلنا إن المياه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على أقل على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء. وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 56 للسفن الإسرائيلية أنها تستخدم مضيق تيران، ولم نسمح لها أبدا أنها تستخدم خليج العقبة، وكنا بنفتش كل المراكب اللي بتعدي هذا المضيق وكنا فاتحين نقطة جمرك. المراكب الأمريكاني فتشناها، والمراكب الإنجليزي فتشناها، والمراكب الفرنساوي فتشناها. كل هذا الكلام استمر حتى سنة 56. في سنة 56 حصلت حرب السويس، وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء والانسحاب بسيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي. وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا كلها من سيناء، ورجعت قواتنا في الأسبوع الماضي. رجعت، هل إذا عدنا نترك حقنا لا نباشره؟ نترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها؟ احنا عدنا حقنا سنباشره، مياهنا الإقليمية سنباشر حقوقنا عليها. وأعتقد أن الكلام اللي بيتقال هو العمل العدواني، أن المرور في خليج العقبة. جاء الرد من احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه عن تسجيل عبد الناصر باحقيه مصر بتهران، وقال ان هو حديث الرئيس عبد الناصر اللي تم تداوله كان يتحدث في مرحله فيها حرب وغلق المضايق وتهديدات، كما كان يتحدث عن خليج العقبه بشكل عام، عن مضيق تيران، وكان يتحدث وهيملك السيطره الفعليه على الجزر من قبل بناء على الطلب اللي تقدمت به السعودية، وكان يتحدث مجازا بأنها أرض مصرية. هو برضو اعتبر مجازا بالرغم من أنه الوثائق، معرفش إذا كنتوا حملتوها ولا لأ، اللي هي الوثائق اللي هي القديمة اللي كانت من أيام اللي كان تم تسليمها عن طريق السعودية لمبارك، بيحاولوا يأكدوا فيها أحقية السعودية والقصص دي كلها. فبرضو هنا زي ما قلت لكم في الأول، طب أنتوا بتعتدوا لا تعتدوا بكلام جمال عبد الناصر بالرغم من أنه هو رئيس وبتقولوا أنه هو مجازا، ليه بتعتدوا
عنده بالوثائق او بالورق ده اللي هو كان مرسل من السعوديه على يد وزير او مرسل لوقتها تقريبا كان رئيس الوزراء عاطف صدقي على ما اتذكر، وكان مسلم لمبارك. فعموما يعني خلينا ايه القصه برضو بالنسبه لل لمجلس الوزراء. سامح شكري اكد زي ما قلت لكم وقال انه في عهد في عام 1990 صدر قرار جمهوري لتحديد حدود مصر البحريه ولم يضم جزرتي تيران وسنافير، وانه لا يمكن المقارنه بين مدينه حلايب وشلاتين وجزرتي سنافير وتيران، وانه حلايب وشلاتين مدينه مصريه بالوثائق ولا يمكن التفريط فيها. اللي بيتكلم عنه سامح شكري 1990 لو حتى صوره منه زمايلنا اللي انا كنت بعته لكم من الاهرام، على اعتبار هو ده الكلام اللي بقول لكم حضراتكم عليه. الوثائق دي وثائق كده بيعتد بيها ان هي دي كانت راحت لعاطف صدقي، مظبوط انا مش تقريبا يعني من كانت مرسله من السعوديه علشان تسلم الى مبارك. دي الوثائق اللي هي بيقال عليها الوثائق القديمه اللي من عام 90، اللي بناء عليها كان في برضو ورقه في الكونجرس او بترسيم حدود راح للكونجرس بشكل رسمي اللي بيتقال انه هو ده اللي يعتد بيه اهو عاطف صدقي رئيس مجلس وزراء مصر، اللي كان اللي اتقال انه يعتد بيه لو الدنيا طلعت دوليا انه الجزيرتين دول سعوديتين. انا كده يعني كنت بحاول اني اقول لحضراتكم الامر، يعني نرجع تاني بسرعه للصحف اللي معانا. والنواب يناقش بيان الحكومه والقاعه خاويه، ده النهارده يعني الاعضاء جلسوا في البهو الفرعوني، عبد العال يهدد ويحذر، رؤساء الهيئات البرلمانيه يمنحون الثقه للحكومه ويهاجمون البرنامج. شكري اول مسؤول مصري يزور تركيا بعد 30 يونيو، يا ترى دي ليها علاقه بالزياره والسعوديه وان هو راح تركيا؟ مش مشكله. وزير الخارجيه يسلم اردوغان رئاسه القمه الاسلاميه نيابه عن الرئيس السيسي. هو عشان القمه الاسلاميه حتى على فكره الملك رايح يحضر القمه الاسلاميه، ولكن برضو هل في اي حوارات حصلت بالنسبه للعلاقه المصريه التركيه؟ ده اللي نأمل ان نرد عليه. مصر والسعوديه يد واحده او ايد واحده، والرئاسه حريصان على مواجهه التحديات، وسلمان الدكتوراه الفخريه تكريم للشعب السعودي. اعتقد برضو المصري اليوم بتتحدث عن رحله لجزيره تيران قبل تسليمها للسعوديه وسلمان. طيب خلينا ده اللي هو الجزيرتين ودكتوراه لسلمان والمليارات لمصر. اتفاقيه الزياره 25 مليار دولار ونصار للملك انت حامي الحمى. حصد زيارة سلمان اتفاقيات ب 25 مليار دولار، والدكتوراه الفخرية وانت حامي الحمى دي متكررة مرتين ليه؟ معلش مش مشكلة، الجريدة مطبوعة مرتين معانا. اللي كانت جريدة الاثنين انه برضو اتكلموا عن السفير الايطالي يغادر القاهرة، بس ما كانش فيه برضو تأكيد اذا كان رجع ولا ما رجعش. كان برضو عندنا عايزة برضو أقول لحضراتكم كده شوية عناوين سريعة. المتحدث العسكري أعلن أنه تم ضبط 3 فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، ودي برضو من الحاجات المهمة. وإن شاء الله إحنا كلنا في انتظار لقاء الرئيس مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري اللي هيكون يوم الأربعاء بإذن الله، كلنا في انتظاره. وفي كمان اعتقد انه البابا توادروس يشكل مجلس مؤقت لاداره كنيسه ماري مرقس بواشنطن بعد ازمه كاهنها. طب ايه اللي طلع الموضوع ده تاني؟ في برضو كان اعتداءات طائفيه على اقباط الرزقه بصملوت، والامن يرفض تحرير محضر والبابا يتدخل لحل الازمه. كان برضو ليها علاقه بارض ومش ارض وقصص زي كده، وبعدين اعتداءات وخناقات ما بين اسرتين، اسره مسيحيه واسره مسلمه، والامر كان النهارده اتقال ان البابا تدخل علشان خاطر الأزمة تتحل، فنأمل أنه فعلا يتم حل الأزمة. السفير الفرنسي بيقول أنه هيكون في توقيع على نحو 30 اتفاقية بين القاهرة وباريس خلال زيارة أولاند، المفروض أعتقد أن هي تكون يوم 18. وأيضا وزير التعليم يوجه بمراعاة أعياد الأقباط أثناء وضع جدول الامتحانات، يا رب، لأن في شكاوى كتيرة جدا جات أنه الامتحانات هتبتدي من يوم السبت، سبت النور. طب يعني يا جماعة مش كده، ما تبتدوها من يوم الاثنين ولا يوم الاثنين اجازه رسميه، فيعني في ايه لما يبقى من يوم الثلاث؟ يعني ارجوكم مراعاه الاعياد، مش معقول كده.
يعني مش كل سنة بنتكلم على نفس الفيلم الهندي ده وكأنكم ما عندكوش خريطة وما عندكوش علم. ده معروفة حتى في كل، احنا يعني عيد القيامة بيجي بعديه شم النسيم، فأكيد كلكم عارفين شم النسيم، يبقى قبليه عيد القيامة، يبقى الراعي المسيحيين في موضوع الأعياد، ويا رب يكون ده حقيقي. يعني أشار حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، القرار تضمن عدم تضمين أيام 30 إبريل والمتزامن مع وقفة عيد القيامة ويوم 3 مايو التالي لأعياد الربيع إنه أية امتحانات بأية محافظات في الجمهورية. هنشوف بقى ونعرف من الدنيا أخبارها إيه. في الدكتور عمار علي حسن غلط في البخاري، فقال لك أحاديث البخاري ومسلم تضرب العقيدة وتطعن في الرسول، هل سيتم تقديم بلاغات ضده؟ دكتور عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي قال إن في أحاديث في البخاري ومسلم تضرب العقيدة في مقتل، هذا ما كان يقوله إسلام البحيري. وكمان في قرية العقال بأسيوط بيحكمها إناوي البلطجي، يعيش أهالي قرية العقال التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط حالة من الرعب بسبب ممارسات بلطجة من قبل البعض، يقوم وائل إناوي بممارسة العنف والبلطجة ضد أبناء القرية. على فكرة الموضوع ده ليه حوالي 4 شهور وإحنا عرضناه، وجبنا عم ويليام معانا مرتين عشان يتكلم، وعم ويليام لازال بيراسلني ويقول لي الموضوع ما اتحلش. هل في أمل إن يتحرك أمن أسيوط وشرطة القرية مركز البداري علشان يعني وقف إيقاف هذا الشخص وائل القناوي عند حده، ولا برضو المشاكل هتظل؟ الحقيقة يعني كل شوية نسمع عن حد بينتحر علشان خاطر، يعني ده بقى كانت جديدة، موظف سنترال بالبحيرة هدد بالانتحار من أعلى برج بعد خصم يومين، فربنا معايا يا رب. نيجي بقى للموضوع الخاص بالشرق الاوسط، وخصوصا الحقيقه ان احنا عندنا النهارده برضو حدث هام، او من امبارح كان مفروض من مساء الامس بدات الهدنه في اليمن، وللاسف الشديد مفيش دقائق قليله بعد الاعلان عن بدء الهدنه وتم الاعلان عن خرق الهدنه من قبل الحوثيين. المفروض ان في اتفاق كان يعني هيبدا من ليله 10 ابريل علشان خاطر اتفاق الهدنه ده يكون ممهد للمفاوضات اللي هتكون في الكويت بعد عام من معاناة الشعب اليمني ومحاولة التدخل التحالف اللي بقيادة السعودية وعاصفة الحزم علشان خاطر استعادة الشرعية اليمنية للرئيس عبد رب منصور هادي. وإلى الآن عندنا خسائر 6000 قتيل على الأقل، هدم للبنية التحتية، معاناة للأطفال، أمراض، مجاعات، أمور كتيرة جدا حصلت في اليمن. فقالوا طب نعمل هدنة، مش أول هدنة، قبل كده كان في هدنة يعني أكتر من هدنة تم خرقها، وما زلنا الحقيقة في الأمر ده ومعاناة الشعب اليمني اللي نأمل إن هي تنتهي. طبعا في بعض الناس قال لك إنه الخروقات دي إحنا كنا متوقعين إنها تحصل، ولكن إن شاء الله بنأمل إن المفاوضات اللي في الكويت تأتي بثمار بالنسبة لحل المشكلة اللي ليها أكتر من عام بالنسبة لموضوع اليمن. أيضا هناك إجراءات أمنية مشددة قبل القمة الإسلامية في تركيا اللي هيحضرها الملك السعودي، وكان في برضو إنابة لسامح شكري عن الرئيس السيسي. ولي عهد السعودية والأهل الأردني يحذران إيران وتعزيز التعاون بين عمان والرياض بستة مجالات. حذر ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان والأهل الأردني الملك عبد الله الثاني إيران من استمرار نهجها الحالي اللي بيستهدف استقرار المنطقة. هناك أيضا تسليح روسيا لإيران يستمر، وصول شحنة منظومات S-300 الصاروخية وتوقعات لشراء مقاتلات سو-30. البشمرجة تدحر داعش عند معبر ربيع الاستراتيجي، والأخير يطبق على كوباني أو يطبق على كوباني، وتركيا تناقش الانضمام للتحالف. تنظيم الدولة الإسلامية للأسف الشديد إنه يعني بعد نجاحات الجيش السوري في استرداد بعض الأماكن ومنها مدينة القريتين وتضمر، لكن الدولة الإسلامية سيطرت على بلدة الراعي من يد مسلحي المعارضة السورية. هم بيحاولوا طبعا يعوضوا. النهاردة برضو كان ديمستورا أنها كان زيارة لمدة ساعتين في دمشق، تحدث فيها مع وليد المعلم بشأن الاستعدادات لاستعادة مفاوضات جنيف. المعلم أبدى رغبة أو يعني ما فيش أي مانع عند الوفد السوري بأنه يكون في مفاوضات مباشرة مع المعارضة السورية. وأيضا أنه هو تحدث أنه هيكون برضو في مفاوضات، هيكون في انتخابات برلمانية، وهيكون في مفاوضات، المفاوضات هتكون بعد الانتخابات البرلمانية.
أما في ليبيا عندنا مؤسسات مالية ومنظمات دولية تبحث دعم ليبيا، وكان في برضو ما زال طبعا الإعلان بيقال إنه في القاهرة كان في وفد من أو كان في أصوات بتقول إن البرلمان الليبي مؤيد عمل الحكومة، حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز سراج. كان في هجوم انتحاري في مقديشو، هجمات انتحارية ضربت منطقة روسية. أما على الجانب الآخر عندنا بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نجاحات أيضا لساندرز وتيد كروز وأوباما، وهيلاري كلينتون بتقول إنه يعني بالنسبة ل ده السباق. طب كويس أوي، بشكركم. بالنسبة لغاية دلوقتي احنا برضو يعني في اقتراب جدا زي ما انتم شايفين بالنسبة لعدد المطلوب من المندوبين للفوز 2383، بالنسبة لكلينتون وصلت ل 1790، بالنسبة لساندرز وصل ل 1113. يعني ليس فرق كبير، ولكن هل يا ترى يعني زي ما انتم شايفين اهو بالنسبة برضو للديمقراطيين للجمهوريين محتاجين العدد المطلوب 1237. بشكركم زمايلي، اللوحة دي اعتقد حلوة جدا بتورينا دلوقتي انه بالنسبة برضو لترامب 746 من ال 1237، وبالنسبة لكروز حاصل على 538 الى الان من المندوبين. فبرضو الفرق مش كبير، ولسه ما زلنا مستمرين لغاية 18، أعتقد 18 جولاي. هنشوف بقى مين اللي هياخد تأييد الديمقراطيين ومين اللي هياخد تأييد البرلمانيين. فبالنسبة لكل ده برضو بسبب النجاحات اللي حققها ساندرز وتيد كروز في الولايتين الأخريتين، أو يمكن كان ولايتين أو ثلاثة. لو رحنا بسرعة برضو، الخبر مهم جدا ان النهاردة جون كيري كان زار هيروشيما، ويعتبر برضو من يعني يعتبر قامة امريكية او شخص يعني له وضع سياسي امريكي بيزور هيروشيما بعد اللي كانت القنبلة النووية اللي كانت عام 40 تقريبا. ودي برضو في مؤشرات بتقول، وضع طبعا كان زار النصب التذكاري وضع الزهور، وده في اطار برضو التأكيد على أنه محاربة أي أعمال نووية أنها تقوم هذه الأيام، لأنه أمريكا طبعا يعني ما كانش فيه اعتذار رسمي من قبل أمريكا حتى في زيارة كيري، ولكن بيقال أنه هو كتب في دفتر الحضور نوع من أنواع يعني الحزن على ما حدث، وبيعزي برضو الأسر والكلام ده. برضو في مؤشرات أنه في مؤتمر هيكون الشهر القادم وهيحضره أوباما في اليابان، هيروشيما طبعا في اليابان، وقالوا ان هو احتمال برضو يكون اول رئيس امريكي هيزور هذه المنطقة قبل ان تنتهي فترة ولايته، كنوع برضو من انواع التأييد واللي بتقوم به امريكا ومع التعاون مع دول كثيرة جدا، واللي هو وقوف هذه الدول ضد الهجمات النووية واللي كان بشأنها اتفاق نووي ايراني مع ايران. ده بالنسبة ل الجزء الخاص أيضا بالموضوع الخاص بزيارة هيروشيما النهاردة من جون كيري. تفجيرات براكسل، كشف هوية الرجل الثاني في المترو بالتزامن مع توقيف محمد العبريني. فاكرين لما قلت لكم الراجل اللي هو كان بطاقية ده ممكن ما يطلعش العشراوي ولا والكلام ده، ولا هو واحد من الأخوين؟ بالفعل طلع هو عبريني، ولما قبضوا على عبريني اللي بعد كده بيعلنوا كمان عن إنه في كشف عن هوية الرجل الثاني. السلطات البلجيكية أوقفت 5 أشخاص آخرين إلى جانب العبريني بمنطقة إندرلخت في بروكسل، واستمرت العمليات الأمنية في ضاحية ياتربيك صباح السبت. مذكرة توقيف أوروبية كانت قد أطلقت بحق العبريني بعد هجمات باريس، وهو بلجيكي مغربي يبلغ من العمر 31 عاما، واعتبر الثاني مشتبه به هارب بعد صلاح عبد السلام الذي ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع في بروكسل أيضا. كاميرات المراقبة في محطة طرقية شمال باريس كانت قد التقطت الرجلين قبل 2 يوم من الاعتداءات على العاصمة الفرنسية، وهما يركبان سيارة أقلت منفذي الهجمات. والقضاء البلجيكي يشتبه أن العبريني ليس إلا صاحب القبعة الذي رافق الانتحاريين في مطار بروكسل قبل أن يفجر نفسيهما. شخص آخر تم توقيفه الجمعة يدعى أسامة كريم ويعرف بنعيم الحامد، وهو سويدي من أصل سوري التحق بتنظيم داعش في سوريا، ويعتقد بأنه الشخص الذي كلم الانتحارية مفجر مترو بروكسل قبل تنفيذ العملية.
الاعتقالات الأخيرة في بلجيكا تأتي لتؤكد الروابط بين منفذي هجمات باريس وتفجيرات زي ما شفتوا مشاهدينا انه يعني كان في الاول توقعات، ولكن لما بيتم القبض على الاشخاص بيتم التاكيد على مين هم اللي كانوا ظاهرين في الفيديو. وايضا بروكسل بتقول اسامه كريم او كريم هو الذي رافق انتحار المترو. منفذو تفجيرات بروكسل كانوا ينوين ضرب فرنسا، ودي التحقيقات اللي بعد ما تم توقيف عبريني كان بيقول ان هم كانوا بيجهزوا لتفجيرات تانية في فرنسا. وبعد كل ده طبعا بريطانيا بتعزز إجراءاتها الأمنية، وكل ده تحسبا لوقوع هجمات، لأن ما زالت التهديدات من قبل داعش بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة لأوروبا كلها، يعني ما زالت التهديدات مستمرة. على الجانب الآخر كان هناك حادث تفجير هجوم انتحاري في أفغانستان وقتل 12 شخص على الأقل. أيضا كان هناك هجوم انتحاري في مقديشو، وأيضا أفادت الشرطة الصومالية وسكان محليون أن انتحاري نفذ هجوم بسيارة مفخخة أمام مدخل مبنى حكومي في مقديشو. في كمان حركة الشباب الصومالية هاجمت مركزا للشرطة الكينية، وعندنا برضو مئات الضحايا بين قتيل وجريح بسبب حريق في الهند، وكان في اشتباكات بين الجيش الفلبيني ومتمردين. كل دي احداث ايضا عن الامور اللي حصلت بالنسبه للاحداث الارهابيه. على فكره برضو منذ قليل كانوا بيقولوا في انفجار سياره مفخخه في قاعده عسكريه جنوب شرق تركيا. انا يمكن قلت لحضراتكم من فتره كده كان في تحذير من قبل اسرائيل انه ما حدش يروح لتركيا، وان كل اللي موجودين في تركيا لو موجودين مش بسبب عاجل يعني ولا لازم يرجعوا لاسرائيل. وبعدها برضو لقينا بعض الدول الاوروبيه بتقول كده، ومن الواضح ان هناك اكثر من عمل ارهابي حدث في الفتره اللي فاتت في تركيا، وان كانوا محدودين ولكن لا نعلم اذا كان في تخطيط لعمل ارهابي كبير، عشان كده كانت اسرائيل وبعض الدول بتحذر رعاياها ولا لا، ده هنشوفه في الفتره القادمه. بنامل بصراحه موضوع سوريا والامور، نامل المزيد من النجاحات للجيش السوري. النهارده كان عندنا بعض التقارير وامور عن شكل دير مار إليان في تدمر بعد استعاده بلده القريتين، ولكن نظرا لانه الوقت دهمنا هيكون معايا يعني هنحاول نشوف التقارير دي الحلقات اللي جايه. نامل ان يكون معانا دكتور تامر ميشيل ان شاء الله زي ما وعدنا الاربع القادم، وانتظرونا ان شاء الله وما وراء الاحداث. الى اللقاء.